السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي صفحة أسامة رزق وصفحتنا يحدث في التعليم. النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير، وهنتكلم عن مطالب أولياء الأمور وآخر أخبار التربية والتعليم، ويا ترى إيه اللي هيحصل لأولادنا في الدور الثاني، وإيه مطالبنا من وزير التربية والتعليم الجديد دكتور رضا حجازي، ويا ترى ايه اللي هيحصل لاولادنا ان شاء الله اللي جاي مجموع قليل. طب هيعملوا ايه الناس اللي بتشتكي؟ يا ترى التظلمات هناخد نتيجه ولا لا؟ طب نرفع قضيه ولا لا؟ حاجات كتير هنتكلم فيها النهارده، وبطلبكم تشاركوا الفيديو في كل مكان عشان نقدر نوصل صوتنا لكل المسؤولين، ويا ريت النواب المره دي يتدخلوا، لان احنا املنا في ربنا عز وجل وفي النواب اللي احنا اخترناهم. اخترنا النواب من اجل اللي احنا اي مطالب نحتاجها، اي مطالب الشعب يحتاجها، يبقى النائب هو المسؤول الاول امام البرلمان عشان يقدم مطالب كل الافراد دي كلها. احنا بنقول لكل حد يعرف حد في مجلس النواب يتواصل معاه ويقول له احنا عاوزين حق اولادنا، عاوزين تحسين، حاولوا خلاص، هم المفروض يجتمعوا في اكتوبر، فاحنا عاوزين يا جماعة ننجز على قد ما نقدر، ونقول يا رب، نقول يا رب في كل مكان ان ربك عز وجل قادر على التغيير، كن فيكون. فاحنا بنقول دايما اللهم قدر لنا الخير وارضنا به. اعرفهم ان ربك عز وجل هو القادر على كل شيء، هو اللي كاتب لك الخير في كل مكان. حصل لك مشكلة، اعرف ان ربك هو اللي كاتبها لك خير، مش وحش ابدا. كل ما يأتي من عند الله فهو خير، خير. اوعى في يوم من الايام تجزع من حاجة او تتضايق من حاجة ربنا اداها لك، لان ربك عز وجل قادر على التغيير في اي لحظة. اعرف ان مستقبلك هو اللي اختاره لك، هو اللي عمله لك، علشان كده اوعى تزعل من اي شيء تحصل لك. عيش حياتك عافر وعيش وقول يا رب، فاللي كاتبه هو الاحسن. جالك معهد، جالك كليه، رصبت السنه دي، شلت مواد، انا عارف ان انت مظلوم، يا ريت تكمل وتقول يا رب انا ما قصرتش في حاجه، انا ما عملتش حاجه، بس انت اللي كاتبهولي وده خير وانا راضي بيه يا رب، انا راضي بيه. الرضا سعاده والسعاده عباده، واعرف ان ربك عز وجل لما بيختبر عبده بيبقى بيحبه، واي حاجه تحصل لك ده خير من ربنا عز وجل، واي حاجه تحصل لك اعرف اللي هو من عند ربنا عز وجل. فربك هيبسطك جدا. قلنا بس كده ان الواحد يعني الكحه دي تروح، من يوم ما طارق شوقي مشى والكحه ما سابتنيش، زي ما بيقولوا بدع علينا ولا ايه مش عارف. فاحنا بندعي من قلوبنا لكل الناس اللي في كل مكان اللي بتسمعنا، اللي بره مصر واللي جوه مصر، الجاليات العربيه والحاجات دي كلها، يا جماعه خفضوا التنسيق، يا جماعه ارحموا اولادنا، يا جماعه عاوزين حاجات كتير. هنستقبل اولى المكالمات من خلال ارقام التليفونات 011 64 36 35 6، واول مكالمه نقول بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم. ازيك يا فندم؟ تعالى الهوا اتفضل. انا مامت طالبه ظلمت. اتظلمت؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا القصه يا فندم. بس في عجاله عشان غيرك عاوز بس نعمل مداخله، يا جماعه بعد اذنكم اللي يدخل يعني يختصر لنا القصه علشان نقدر ناخد اكتر عدد من المكالمات. اتفضلي يا فندم. ماشي. هي لازم نزلها في مجلسين. اه بس احنا طالبين يعني تحسين، لان بنتي معاره وعندها يعني مشاكل في العصبي. اه وعاوزين تحسين، حاجه تحسين يعني. ما هو ده حل موجود، ده حل موجود قدامنا لغايه دلوقتي، يعني احنا بنطالب بيه. يعني ممكن يتحسن؟ والله احنا بنطالب واحنا اهو بنتكلم. ناس تقول لك ما احنا قاعدين بنتكلم ومفيش حاجه. يعني العيال الظلمه دي واقفه عبيط، يعني يا ريت ممكن تعمل، انا خايفه بس المساحه. لا 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 ان شاء الله خير، وعرفيها ان ربنا عز وجل كاتب لها الخير. هو دمروها والله. يعني هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ احتسب يا ست الكل. ما هو انت من المحتسبين، يعني اقعدي كده بينك وبين نفسك وقولي يا رب
اكتب لبنتي الخير يا رب، كل وقت يا رب ان شاء الله يا امي، وان شاء الله خير وربنا يكتب لك السعاده ان شاء الله. بس هنا يا استاذ مصطفى، يعني استاذ سامة تحسين طالب فيه، يعني حاضر عندك. حاضر يا امي، حاضر حاضر يا رب خليك. شكرا يا امي. يا رب صوتك يوصل، صوتنا يوصل يا رب يا رب يا رب والله يا رب يا رب، ومعنا مع الطلبه كلها يا رب يا رب يا رب يا ست الكل يا رب. ادعي لنا كده، ادعي لنا بالله عليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك. انت منين يا امي؟ انت منين؟ انا من المنيا. اجدع ناس المنيا، كلهم حبايبي حبهم لله في الله كده. يا رب خليك يا رب واحفظك. تسلمي لي يا امي، تسلمي لي. الف شكرا، الف شكرا. مع الف سلامة. مع الف سلامة. السلام. الامهات كلها هي اللي موجوعة، اللي انا بلاحظ دايما الام هي اللي شايلة الليلة كلها. فانا رسالة لكل ام، قول يا رب. رسالة لكل أم اتظلم ابنها كبدها زي بيقولوا، يا ست الكل ما تزعليش على اللي حصل، كل اللي حصل كله بقدر، فعشان كده كل حاجة بقدر، فاعرفي اللي ده خير وده ربنا عز وجل هيكتبه لنا. بنطالب برضو بحق دفعة 2001، دفعة التابلت اللي اتظلمت، الناس دي اتظلمت، اتظلمت كتير جدا، فعشان كده بنطالب برجوع حقهم، بخفض التنسيق، بنطالب بالتظلمات الفتح. يا دكتور رضا، انت وعدت وعهد عليك ان كل الطلبة دي في رقبتك، وزي ما انا قلتها للدكتور طارق شوقي، هتقف قدام ربنا وهتقول له يا رب انا ظلمت فلان ابن فلان وعملت 1 2 3، فما اقدرش نقول اكتر من كده. مفيش حاجة أكتر من إحنا نقول يا رب، لأن ربنا عز وجل هو اللي يجيب حقنا وهو اللي هيعملنا. وما يعني تخيل كده إن ربنا كاتب لك حاجة حلوة، هتلف الأيام وتعرف إن كل حاجة ربنا عز وجل اللي بيعملها خير، وإنت هتعرف لوحدك إن ده كل ده خير، وربنا عز وجل هيرضيك ويدهشك قوي ويعرفك اللي انت كنت هتقع في حاجة بس هو شالك منه. فده برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد جربها في حياته، واتمنى ان ده يحصل. في ناس كتير بعتالي مشاكل كتير جدا، انا عرضت منها على صفحتنا يحدث في التعليم، وما زلت بعرض اي مكالمات بيسجلوها، وكل المكالمات اللي بيكلمون بيها بكون مسجلها بناء على رغبتهم هم. وده يعني انا نفسي ان كل ام وكل اب ينام مرتاح. الامهات كلها خايفه من رسوب الطلبه الثاني في الدور الثاني، وده يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد مش عاوزها، لان رسوب ثاني بعد مرار وبعد تعب السنه كلها، لا، عدد كبير جدا شايل مواد. ليه نستنى لما يسقط ثاني؟ ما ننجحه ونخلص بقى. انا لا قدر الله لو وزير التربيه والتعليم، انا مش هستنى حاجة اسمها يعني، لا على طول، من غير ما تفكر، انت من غير ما تفكر على طول يعني نجح الناس دي كلها. احنا مش هنخسر حاجة يعني، الناس دي لما تنجح ما احنا هنرتاح، يعني احنا نفسنا هنرتاح. فليه يعني مش هنحتاجها يعني، مش محتاجين وجع قلب، مش محتاجة، والله ما هي محتاجة خالص يعني. مش عارف هل ممكن إن احنا نصحى من النوم كده نلاقي إن كل واحد خد حقه، إن كل واحد رجع له حقه، إن كل واحد في المظلومين دول ربنا كاتب له حاجة خدها. أتمنى من الله عز وجل إن كل الطلبة تاخد حقها، وأتمنى من الله عز وجل كل الطلبة كل الحقوق ترجع لاصحابها. فان شاء الله ربنا يسترها، وان شاء الله ربنا عز وجل يكتب لنا الخير، وان شاء الله ان شاء الله كل طلاب الدور الثاني هينجحوا، كلهم هينجحوا، وان شاء الله ده يعني تفاؤل ووعد من ربنا عز وجل اللي هينصر المظلوم في اي مكان. فده من ضمن برضو الحاجات ان الواحد بيسعى ليها، اللي هو دايما بيقول يا رب قدر لنا الخير أينما كان وفي أي مكان. فده برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتمناها. نتمنى من الله عز وجل
ان يكون في حل لكل الناس دي كلها. في ناس كتير مدخلين في جروبات عشان يبقى فيه يعني التظلمات عاوزين حل فيها. اولياء امور راحت النهارده التظلمات وبعتن لي ان هم تعبوا وناس كتير. يا جماعه اللي عاوز اتواصل هو بس الخط مش عارف في ايه 011 11 64 36 35 6 011 64 36 35 6 ده رقم البرنامج اللي عاوز يتواصل معانا من خلال رقم البرنامج 011 64 36 35 6 ده برضو يعني. المهم احنا بنطالب بالتحسين وده الحل اللي لسه لغايه دلوقتي الناس كتير جدا اتكلمت فيه وبيطالبوا لغايه اللحظه اللي احنا بنطالب بيها الحل الاوحد زي ما بيقولوا اللي هو ده هيحل لنا مشاكل كتير. هيحل مشاكل كتير جدا اللي احنا نعوض السنه كلها. انا زعلان جدا على طالب ممكن يعيد السنه علشان ماده اقتصاد واحصاء او ماده تربيه دينيه او ماده تربيه وطنيه. طب ليه يعني؟ في واحد كاتب اهو مامة محمد: اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. من اصعب الحاجات اللي انت تحطها في دماغك كده ان ربك مع المظلوم وهو هيبقى القاضي يوم القيامة وهو اللي هيعمل كل الكلام ده، هو اللي هيحاسب وهو اللي هيوقفك يقولك انت عملت في فلان ابن فلان كذا وكذا وكذا، انت نيمته حزين. اهو ابني النهارده كان ميعاد التظلم راح بيقول ليا درجات، قال له استحاله يكون ليك درجه واحده، اهو ليك درجات من ساعه ما بدا التظلم ما حدش خد درجه وعند الله تكتمل الخصوم. طب ليه؟ ايه السر؟ ايه السر برضه؟ ليه؟ دي برضه من ضمن الحاجات الغريبه، ليه ما يبقاش ليه درجات؟ ما هي التصحيح الباب الشد هو اللي عمل فينا مشكله. لما ولي امر يقول النهارده ابني عامل اكس في اول ورقه وروحنا ما لقيناش ولا اكس في اي ورقه، ده من ضمن برضو الحاجات اللي الواحد بيستغربها. يعني انا بستغرب الكلام ده. طب ده ورق ابني فين؟ ليه يعني؟ ليه دايما دفعات بتتظلم؟ ليه دايما ثالثه ثانوي بيتعامل فيها كده؟ هي المشكله الاكبر في حاجه ان الناس صعبان عليها ان ابني ورقه مش هو. يعني في ولي امر بيقول لي انا مش عارف ارفع عيني في عين ابني، فبقول له ازاي يعني؟ ايه السر يعني؟ قال لي مش عارف اجيب حقه، مش عارف اجيب حق ابني. فكلمه مش عارف اجيب حق ابني دي لوحدها صعب. مش عارف اجيب حق ابني، انت عارفين يعني ايه مش عارف اجيب حق ابني؟ يعني حاجه ما هيش سهله. يعني انا احط عيني في عين ابني ازاي؟ بيقول لي يعني احط عيني في عين ابني ازاي وانا مش عارف اجيب حقه؟ فده برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد زعل عشانها. وازاي ده يحصل؟ يعني مش عارف بصراحه. يعني انا في مشاكل كتير. في مشكله امي مثلا كلمتني النهارده على موضوع خمسه ابتدائي. مشكله امي تانية ابنها جايب ما شاء الله بطل جمهوريه من ثالثه ابتدائي وسقط. يعني انا مش عارف ليه حاجات زي دي تافهه؟ ليه حاجات زي دي يعني نحطها في حاجات غريبه؟ يا جماعه ماهيش مستاهله والله العظيم. احنا يعني في ايدينا نحل المشاكل دي كلها في تكه. يعني مدام لبنى عبد العزيز كانت بتقول لك عاوزين نعمل وزاره تراقب الوزاره يعني عشان حقوق ولادنا، ما هي دي حقوق ولادنا، هنجيبها ازاي؟ هنجيب حقوق ولادنا ازاي يعني؟ ما هو لما يقول لي اب، ما هو اب يقول لي انا مش عارف اجيب حق ابني، ما هي دي لوحدها مصيبه. دي لوحدها من ضمن المصايب الغريبه. ليه مش عارف تجيب حق ابنك؟ ايه السر؟ مانيش عارف. رحت بشوف الورق، لقيت الورق متبدل ومضونه على الموضوع ده. طب ليه وعشان ايه وليه كل الكلام ده؟ طب ليه ورق ابني وابني ورقه فين؟
يعني هو راح فين ابني؟ ورق ابني فين؟ ما تقول لي راح فين؟ ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم مساء الخير. ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. احنا بنتكلم مع ان احنا عايزين تحسين لاولادنا. احنا كده كل الناس ضاعت مننا. انت عملت تظلم لبنتك يا فندم او ابنك؟ والله انا مش عايز احكي على قصه الظلم، لان انا رحت عشان خاطر كانت بنتي، كانت عشمها في ربنا ان هي تلاقي درجاتها تلاقي غلط، لقيت الورق كله مش بتاعها يا مستر. الورق كله مش بتاعها؟ اه الاسم اسمها، تمام. لكن البابل شيت ذات نفسه مش بتاعها. انا بنتي كانت منسقه جدا في حلها، تمام، كانت بتحل بمسطره، تمام، مسطره مفرغه، مفرغه يعني يا دوبك هي المسطره دي مفرغه على قد الالف والب والجيم والدال، ايوه. فكانت بتحطها على الاجابه علشان تبقى تعلم هتصحح بأني واحده، وكانت بصح وكانت بتعمل الدايره بتظللها، ما كانتش تطلع بره الدايره، لان هي كانت متنبه عليها ان هي ما تطلعش بره الدايره، ما تعملش اكسات، ما تعملش كده. ايوه ما كانتش بتحط الاختيار لما تكون متاكده منه مليون في الميه. كل اللي كانت بتلخبط فيه كانت بتلخبط في الاسئله، في اللي هو الورق اللي هو اللي فيه السؤال، ايوه فيه في البوكليت. ايوه طب ده بالنسبه للتظلم. طب انت مضيت على الورقه ولا ايه يا فندم؟ احنا اول ما رضيتش يدون اي حد لما نمضي على الورقه يا فندم. طب الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ ما تعرفيش انت مضيت على ايه؟ لا يا فندم انا خدت منها نسخه ومكتوب فيها، اقول لحضرتك دلوقتي. قول يا فندم. يعني عجيبه قوي اللي هم مضوكي قبل ما تشوفي الورق. قبل ما نشوف اي حاجه موضوع نازل عشان نوريكي نموذج الإجابة، لازم تقولنا على تمضي على الورقة دي. الورقة مكتوب فيها يا فندم تم الاطلاع على صورة البابل شيت على ورقة الإجابة وهي تخصني، وتمضي تحتها وتكتبي اسمك. ده قبل ما تشوف الإجابة أساسا. يعني قبل ما تشوف الإجابة أنت مضيتي على الورقة دي كده؟ يا ريت تبعتها لنا على الواتس يا فندم عشان نعرضها وانت بتتكلمي. تمام يا فندم. على واتس البرنامج اللي هو 011 64 36 35 6. بس يعني ده بدايه ان احنا، طب انا قلت له انا مش همضي، انا مش جاي عشان امضي على ان انا شفت اسم بنتي صح او غلط. ايوه. قال لي ما انا مش هطلع نموذج الاجابه الا لما حضرتك تمضي لي الورقه دي. ازاي الكلام ده يعني؟ قلت له ما انا برضه هرجع اقول لحضرتك انا مش جاي اشوف اسم بنتي كاتباه صح ولا غلط او حطاها صح ولا غلط، انا عايز اشوف درجات بنتي راحت فين. انا بنتي مراجعه مع المدرسين ماشي، مقفله الانجليش ومقفله الفرنش، لان هي اصلا طالبه لغات وشايلاهم. لا يا فندم، جايبه فيها درجه النجاح يا مستر اسامه. جايب دي مين؟ ازاي يا جماعه يعني؟ يعني هي من كي جي 1 بتدرس الانجليش لحد ثالثه ثانوي، كانت مقفله الانجليش وطلع مع المدرس مراجعاه، قال لها هتنقص منه درجه او درجتين عشان العله، ما مش عايزه اقول لك انت هتقفل. لما رجعت الفرنش مع الميسيو بتاعها قال لها لا هتقفل الفرنساوي، لان هي اوريدي هي واخداه من اولى اعدادي. ايوه يعني هي من اولى اعدادي بتدرس فرنساوي، فالفرنساوي بتاع ثانوي بالنسبه لها عادي يعني. عادي. فازاي تجيب فيه درجة نجاح؟ ماشي. الجيولوجيا كانت ما شاء الله حلها حلو قوي، برضه ناقصة درجات فيها كتير. طب فين درجات بنتي راحت فين؟ العربي جايبة فيه درجة نجاح. أنا كان في بنت ورايا بتعمل جايبة في العربي صفر. بتعمل التظلم، جايبة في العربي صفر، ازاي؟ الله. يعني ايه طالبة تجيب، يعني ايه طالبة تجيب صفر؟ يعني انا عايزة افهم ايه يعني؟ دخلت ما كتبتش حتى اسمها؟ طب يعني طب احساسك ايه وانت مظلومة وما انتش عارفة تعملي حاجة؟ انا قوية جدا وبتقوم بنتي، لكن مع نفسي بنهار. طب بس ايه دي كده؟ حسب ظلم بنهار عشان مش قادرة اجيب لها حقها، عشان هي اتظلمت وتعبت، مش هتكلم احنا صرفنا قد ايه؟
ماشي، بس هنتكلم على شقه بنتي اللي طول 12 شهر وهي شقيانه، 12 شهر وهي فرحانه الدم. احنا ما فيش عيد قضيناه، كل ما كنا نقول عيدنا لا، العيد في يوم نتيجتي، هو ده اليوم اللي احنا هنفرح فيه، هو ده اليوم اللي هنعيد فيه. للاسف ما عيدناش حتى، يعني حتى يوم النتيجه ما عيدناش. انا بنتي لحد دلوقتي مصدوم، راحت امتحنت كان عندها شلت كيمياء، معرفش شالتها ازاي، يعني هي شايله كيمياء واحياء، واحده كان نفسها تدخل طب اسنان ازاي تطلع شايله كيمياء واحياء. انا مستغرب بصراحه، واحدة يعني انا طبعا المركز الثالث على مدرسه الاولاد، ازاي تطلع في ثالثه ثانوي شايله مواد، غريبة. يعني ازاي ان انتوا بتمضونا ان انت، انا دفعت فلوس يا مستر اسامه علشان اثبت حق بنتي، لا انا دفعت فلوس علشان انقذهم ان انا بنتي مظلومه، وخدوا هو قضى مني اظلموها زياده بسبب ان هم ما كانوش عايزين يورونا ورقه النموذج الاجابه. قال مش هنديك نموذج الاجابه لما تمضي ان الورقه دي بتاعت بنتك. طب قلت طب انا عايزه اتاكد الاول على الاجابات، انا مش جايه اصحح اسامي، انا عارفه ان ده اسم بنتي. لما شفت البابل شيت اللي هو مش صح، قلت لا يا ماما مش هو، انا مش ملخبطه، انا مش حاسه، مش حاله بالطريقه اللي هو اللي الورق ده محلول فيها، كميه غلطات في الانجليش كلها تحت بعض يا مستر. مقصوده يعني مش اللي حالل غلط 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 غلط، يعني الاسئله 10 اسئله تحت بعض غلط ازاي؟ طب الحل، انت شايفه الحل ايه من وجهه نظرك؟ والله احنا بنقول حلول كتير، ما فيش حد عايز يسمعنا، ما احنا قلنا ندخل بدرجه كامله تعويضا عن الظلم، ما حد سمعنا. ما هو هم مش مقتنعين ان انتوا مظلومين. انت عارف محافظه المنيا يا مستر اسامه نجح فيها كام في الميه؟ 33%. 33%؟ من قلب محافظه كامله. لا اله الا الله يا رب. يعني ايه بلد ارياف كلها تجيب 17 في الانجليش؟ البلد كلها تجيب 17 ازاي؟ والله يا ست الكل، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس احنا هنوصل صوتك واحنا مع بعض ان شاء الله، وفي جروبات كتيرة جدا بتتكلم على تحسين، بنطلب بيه بالتحسين، وضمنا حضرتك ليه، وحضرتك ربنا، وانا على دماغي يا ست الكل اي حاجه تخص الطلبه والتعليم. بس يعني انا كنت اول المرشحين لحضرتك تنضم لنا للجروب، علشان حضرتك صوتك هتقدر وهتقف معانا. انا معاكم يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله يا مستر، بس المهم ان احنا عايزين نتيجه. ان شاء الله نسمع نتيجه. اقتراحات كتير قوي، اولياء امور بيقولوا اقتراحات ممتازه جدا، مفيش اي اقتراح من الاقتراحات دي اتاخدت. هو الحل هنشوفه كده، ونشوف الدنيا، نشوف النواب، نشوف الدنيا دي كلها ان شاء الله. احنا كلمنا كذا نائب على فكره، بس يا رب يعملوا حاجه بدل ما هم قاعدين وخلاص ما لهمش لازمه. والله احنا في بعض النواب تجاوبوا معانا، نتمنى. والله احنا عايزين نتيجه، احنا عايزين نتيجه، لان احنا خلاص احنا مفيش وقت، احنا التظلمات رحنا ماضينا على ضياع حق اولادنا، يعني احنا دفعنا فلوس عشان ننتجكم على حق ضياع اولادنا، وكبرتونا على الامضه. طب اعملوا لنا تحسين، يعني انتوا مش عايزين تبينوا ورق الورق البوكلت، المفروض كل واحد المفروض تديني البوكلت وفي السيريال نمبر بتاعه، موافق مع السيريال نمبر بتاع البابل شيت، موافق مع السيريال نمبر بتاع ورق نموذج الاجابه. ايوه المفروض ان انا اقارن الثلاثة ببعض الاقيهم زي بعض. ماشي؟ انت خبيتني عن النموذج، سألت المراقب، قال الوزير ما سمحش ان احنا نوريكم البوكلت. طب ليه؟ حاجة غريبة. صحح لنا البوكلت. ما انا بنتي حالف البوكلت. يعني تخيلي مثلا اللي مكتوب بيقول لك في 13,000 طالب بكرة هيقضوا امتحانات ملاحق الثانوية بكرة. يعني تخيل اللي 13,000 طالب رايحين ملاحق بكره. طب ايه فين الطلبه اللي نجحوا؟ يعني هو شوفوا صباح نسبه النجاح ايه؟ صباح الغد نسبه النجاح كام يا مستر اسامه؟ نجاح ايوه عارف في نجاح، يعني مثلا نسبه النجاح، خلينا نقول نسبه النجاح كام؟ تمام؟ واللي رايحين 33,000 رايحين حضرتك
عندي لا ده بكره، بس بكره في الجيولوجيا 7697 الف طالب. طب احنا لو حسبنا كميه الطلبه اللي سقطوا هنقول 75%، وطبعا كميه الطلبه اللي نجحت 25%. ما انا بقول لك في حاجه مش طبيعيه. على المستوى العام، طب يبقى في 25 طالب بس اللي هخرجوا، والباقي اتعملوا حاجه كرون زلاتي ولا ايه؟ والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، وهنستقبل باقي المكالمات وتابعينا كده وشوفوا الدنيا ايه. لو اي حد عنده مطالب يا جماعه يتصل بينا، وان شاء الله نقدر نوصل صوتكم ان شاء الله. وان شاء الله خير يا فندم. تحياتي ليك يا فندم. شكرا يا مستر. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامه. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا فندم. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. انا وليد امر طالب من محافظه كنا. اوكي؟ ايوه اتفضل. زيه زي غيره اتظلم، بس نشكر ربنا الحمد لله برضه. وحضرتك ابني عملنا التظلم، اوكي، ورحنا التظلم بسبب مواد. تمام. فحضرتك طبعا مادة الفرنساوي اصلا نراجع بعد الامتحان، والمستر بتاعه كان له حد كفلنا، جاب 32 من 40. اوكي. الجيولوجيا راجع برضه وقالوا له غلطة واحدة، جاب 40 من 60. تمام. تمام اوكي. بقيت المواد النص النص النص. المهم يعني رحنا اتظلمنا. ايوه. في 7 مواد حضرتك الجزء اللي من فوق اللي فيه البيانات، اوكي، مفيش ورقه شبه الثانيه في الكتابه. تمام. مفيش ورقه شبه الثانيه، مفيش خط شبه الثاني. طب ابني يعني عبقري قوي، هيقعد يالف خطوط، هو رايح يمتحن ولا يقعد يخترع في خطوطه في الكتابه؟ حضرتك انا ابني اسمه في حرف الكاف، فبدل الكاف معموله طه. ايوه. تمام اوكي. جبته مكتوب كده نسخه سريعه فمش باينه اسم جده. أيوة. تمام. وحضرتك المفروض ان احنا صححنا اللغه العربيه والانجليزي وفرنسا وهكذا كل المواد لغايه اخر ماده اللي هي الفيزياء، ما لقيناش بيانات عليها غير اسم الولد والتوقيع سواء بتاعه ولا الاثنين المراقبين اللي عليه. طب انت كتبت الحاجات دي؟ كتبت الحاجات دي. ايوه. حد هيعبرني؟ مش كانت حد يعبرك، احنا على الاقل نثبت حاله. احنا بنتكلم على اثبات حاله. حاجه بس عشان ابدا. بص حضرتك انا مدرسه. ايوه يا فندم. احنا دلوقتي لما بنيجي المفروض نراقب على التلميذ، بنبقى رايحين جايين نبص بيانات، احنا بنلم ورق واحنا بنوزع واقفين على الطلبه، ازاي ورقه تطلع من لجنه المدرسه من اداره من كنترول من وتوصل لي وتصحح وترجع لي انا كولي امر لما اشتكي بدون البيانات عليه؟ فهماني دي كده؟ والمشكلة عليها التوقعات بتاعت المراقب ورئيس اللجنة أو رئيس الدور أو أيا كان. إزاي؟ تاني حاجة حضرتك ابني قال أنا عملت إكسات يمكن 5 6 7 إكسات في الورقة. تمام. نروح نادي يا مؤمن ولا إكس ولا إكس. والله كتر خيره، هو شال الإكسات كمان أهو. يعني حضرتك أنا ابني لما رحت بص حوالينا، طبعا حوالينا في الاولاد اللي جايين يتظلموا. ايوه. مركز مع دي اللي عماله تصرخ، ومركز مع دي اللي عماله تقول انا عايزه ورقه الاسئله ومركز. طب انا دلوقتي انت جايب لي حاجات يعني مبهمه، ورقه امتحان مظلله وورقه اجابات ا ب ت ج ش د مش عارفه مين. يعني انت مش عارفه اللي هو السؤال ده اصلا بتاع ايه، ولا عارفه ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه. بالظبط حضرتك. وحاجه ثانيه يعني هو الاجابه الصح يحسب لي عليها درجه، والاجابه الغلط يشيل لي درجتين. حاجه غريبه. هو بيتكلم ازاي؟ ده معلش حضرتك دول اولاد المفروض طالعين يرفعوا راس مصر وينصفوها اولادنا اللي طالعين. لما انا ادوس عليهم برجلي يبقى الدنيا سلام بقى كده، يبقى ما هي دي المشكلة. أي حد هيقول له تعالى يا حبيبي أجيب لك ملبساية واشتري. أيوه هيشتروهم، هيشتروا أولادنا. أما حضرتك ماشي أوكي، وإحنا عمالين هاشتاجات. ما أنا خايف، أنا خايف من دي، أنا خايف من دي. إحنا حضرتك الريس. أنا خايف من حاجة يا فندم، إن أولادنا حد يشتريهم بسبب حاجات زي ديت. أنا حقي ضاع في بلدي، فما تستنيش بقى منهم تقول لي انتماء وما انتماء بقى في الوقت ده. هتبقى مشكلة. معلش احنا دلوقتي لو وزير راضي يبص علينا عشان ما يطلعش المنظومة بتاعته غلط، ولا فلان راضي يبص علينا، ولا حتى معبرنا. طب
فاضي 5 دقايق يقعد على النت يشوف الناس اللي بتصرخ. لا وناس كتير جدا. وناس كتير، الناس فعلا وصلت للاخر. ده كفايه حسبي الله ونعم الوكيل اللي بتطلع من كل واحد. كفايه الدمعه والحرجه واللي بيدعوا عليه. طب ليه طيب؟ ليه اطلع اطلع قول يعني معلش انا بطلع لاولادي واشوف في مذنب شيل المذنب وحسسنا ده احنا انتخبناك عشان توقف معانا. يعني احنا الوقت فاز الازمه محتاجينك. حضرتك ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش ان انا ابني انا ابني على فكره شاطر مش هقول لك مركز اول وثاني وبيطلع مش عارف والله شاطر والله ما بيجيليش عن 90%. تخيل بقى في الاخر يطلع لي بماده احنا مش عارفين ايه نعمل فيه دلوقتي. قول لي كده نعمل ايه؟ الناس ظروفها صعبه ويا ريت كده وبس. لا ومعاني تنسيق يعني المشاكل دي برضه من ضمن يعني المشاكل. عارف ميزانيه او ميزان مش معدول. في حاجه مش طبيعيه. في حاجه مش طبيعيه والله يا فندم. انا هطالب معاكي ان شاء الله بالتحسين ونطالب الحق يرجع لاصحابه. ويا رب يا رب. وانا بشكرك على المداخله الجميله دي يا فندم. ربنا يخليك. بس فعلا الواحد واصله معاه الاخر. يعني انا لو عارف هقدر اروح ازق الباب كده واروح اقول له من اللي انا عايز اقوله. نتمنى ان صوتنا ممكن صوتك يوصل وانت قاعده من غير ما تزق الباب حتى. ربنا يخليك. يا رب يا فندم. شكرا. مع السلامه. ايوه انا اسامه رزق يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال أسامة رزق مزعلك في إيه؟ نعم؟ أسامة رزق مزعلك في إيه بس قولي لي. لا حضرتك مش هزعل حد خالص. اتفضلي يا فندم. أصل أنت مين أسامة رزق؟ أنا أسامة رزق أهو. ما أنا عارفة. لا هي بنتي بتقول لي ماما بترني على مين بقول لها على مثلا أسامة رزق. أيوة يا فندم معاكي اتفضلي اتفضلي. أيوة ربنا يخليك. الله يكرمك. مثلا حضرتك لو في أخبار عن الثانوية العامة والمأساة. والله احنا عاملين النهاردة البث ده علشان موضوع التحسين. بنطالب بالتحسين وبنطالب النواب يقفوا معانا وبنطالب لازم يعني حل لأولادنا دول مش عاوزينهم يعيدوا السنة. يعني هو التحسين لو تبع مثلا أسامة هيبقى في الراسبين دول هيدخلوا تحسين يعني ولا؟ ما احنا بنتمنى للتحسين ده. حتى الطلبة اللي جايبة مجموع قليل تحسن في مادة مادتين ثلاثة في ال7 مواد يعني وبتكلفه اللي هم عاوزينها. يعني حتى اولياء الامور بيقولوا باي تكلفه. لو الماده بفلوس هندفع. ايوه يا فندم ما هو اصل احنا من ضمن المصاريف وبنطالب كمان بالغاء البابل شيت المراحل اللي جايه. ما ينفعش ده خلاص ده كارثه. بالظبط. بس يرحمونا من اعاده السنه تاني يعني. ما هي دي الكابوس اللي انا بتكلم عليه بقى دلوقتي. اللي احنا ربنا يبارك لحضرتك اقسم بالله. يعني لو حد غيرك هيقول انا مثلا انا ذنبي ايه ده كله مش رايح دماغي. طب اعمل ايه بس؟ اصل في حاجه انا شلت المسؤوليه بقى. هنعمل ايه؟ شيلتونا المسؤوليه بدري. معلش والله ربنا يقعدوا لك خير يا رب في اولادك يا رب على اولادك اللي احنا فيه دلوقتي. حولت له بأزر والله عشان اللي احنا فيه ده. طبعا والله العظيم. والله فعلا صح. والله يعني انا يعني اقول ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا عملنا تظلمات ما جابتش نتيجه خلاص. احنا يعني كل البيبان بنضرب كل البيبان والله بنخبط في كل باب. احنا بنخبط دلوقتي على باب التحسين بنطالب مجلس الشعب ومجلس الشيوخ. التحسين يدخل الراسبين مثل اسامه؟ والله يشوفوا لهم حل يعملوا قانون جديد يفقلفهم زي ما يقلفهم. يعني انا بكره في 13,000 طالب راح يمتحنوا جيولوجيا ورياضه بكره. يعني تخيلي 13,000 واحد هيعيد بكره راح يمتحن علم نفس ورياضه وجيولوجيا. امال مين اللي نجح؟ مش الدور الثاني خلص خلاص كده؟ لا لسه ما خلصش. لسه يعني جيولوجيا بكره. بكره اهو بكره الاثنين هيمتحن 13,000 طالب. انا بنتي نازله جيولوجيا مثلا اسامه على 4 درجات. طيب يعني 4 درجات منزلينها فيها. وطبعا دي مش يعني ايوه ما انا عارف ماهيش درجاتها. ما انا عارف مش درجاتها. يعني ده استحاله يكون مستواها اصلا. يعني ده انا كل الناس ما كانوش متوقعين كده خالص يعني احنا يعتبر في صدمه اقسم بالله. والله هنسيب امرنا لله ويا رب يا رب الباب ده يكون دقنا عليه فاتح ان شاء الله. بس حضرتك يعني برضو مستبشر خير ولا؟ انا طول ما ربنا فوق السماوات انا مستبشر خير. نعم بالله ونعم بالله. اوعي في يوم من الايام تيأسي من رحمه ربك لان ربنا عز وجل هو القادر على التغيير. ونعم بالله. كن فيكون. انت بتصحي الصبح
بتلاقي في نهار وفي شمس وفي كل حاجه، في لحظه التغيير بيحصل. فهنقول يا رب، هنقول يا رب يا رب يا رب. حتى يعني حتى نتكلم في موضوع الفلوس برضو، لو إيه؟ المادة بفلوس مش مشكلة يا فندم. انا هو اهو يا جماعة، يا مسؤول الدولة، التحسين لو بأي فلوس الناس والله هتستلف، لو هتشحت وهتخلي ولادها. والله العظيم هندفع، ما قالوا المادة ب 300 جنيه. الناس باعت، الناس باعت باعت هدومها عشان تجيب التظلمات، واترمت في الارض قسما بالله. والله والله كمان مرة انت كنت حياتك تشوف الناس هناك في اكتوبر، والله العظيم يعني لا حول ولا قوة. والله يا فندم لو فتحوا التحسين بفلوس احنا هنعمل تبرعات وهنلم تبرعات عشان الطلبه تخش التحسين بفلوس اللي مش قادر يدفع. هيدفع كل ولي امر هيدفع. هيدفع والله، وهنجيب للناس اللي مش قادره تدفع. يعني هندخل دخل للدوله. هم منزلينها فيها. واخلص من السنه. يعني ما فيش لا نفسيا ولا جسمانيا ولا. لا 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 ما فيش، ما فيش. لا 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 مين اصل انت عارفه، لو لو انت تذاكر السنه على اساس اللي انت مش مظلومه ماشي، لكن انت عارفه اللي انت اتظلمتي فده بتبقى تعب شويه. بالظبط بالظبط. فأملنا في ربنا وفي حضرتك كبير إن شاء الله. آمين يا رب. ادعي لنا يا فندم، ادعي لنا بالله عليك. يا رب والله العظيم يا ربنا يجعله من حد في منافيه. يا رب يا رب يا رب. بيقول يعني ده يعني كتر خيرك إنسان قبل ما يكون معلم. الله يكرمك، الله يكرمك. يعني يبقى مع الناس كده بقلب، والله يعني ده ربنا. ده نعمة، ده نعمة والله يا فندم، ده نعمة، نعمة من عند ربنا عز وجل. يا رب يجعله فايدة إن شاء الله ونستبشر خير إن شاء الله يا رب. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا جدا لحضرتك. مع السلامة. أيوة السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أيوة يا فندم. ألو. أيوة أنت على الهوا يا فندم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت استاذ اسامه، انا بس كنت عايزه اقول مشكلتي. قولي مشكلتك يا فندم، تعالى الهوا اتفضلي. احنا رحنا عملنا التظلم. ايوه. ورحت هناك لقيت الورق مش بتاعي. لقيت الورق مش بتاعك. كملي كملي. الورق مش بتاعي، وسالنا اللي واقف اللي واقف قال اعملوا شكوى، انا ماليش دعوه باي حاجه. المهم انا عملت شكوى الكلام ده من اسبوعين كده، وانا هرد عليكي بعد يومين ساعتها. تمام. ومن ساعتها ما حدش شد عليا، رحنا عملنا محضر ورحنا تاني المدينه التعليميه برضك، ما حد لقينا عاملين موقفين ظباط ومش عارفه ايه وكده. اتفضلي اتفضلي. وما عرفناش ان احنا نخش حتى بيدخلوا برسائل وكده، لان كان في ظباط واقفين بره وكده. تمام. المهم في واحد، في بقى صاحبتي باباها مدير مطابع وكده بيفهم في الطباعه والحاجات دي، عملت تظلم ودخلت لقيت ان الورق، يعني بابا لما دخل معاها ده ان الورق ده مش ظل تظليل الكمبيوتر، مش تظليل الطالب. كمبيوتر؟ حتى هم قال التظليل بتاع البابل شيت ده تظليل كمبيوتر مش تظليل الطالب. كملي. على حسب كلامه يعني. فراحوا عملوا محضر واحنا عملنا محضر. فاللي هو احنا مش لحد دلوقتي مش عارفين هنعمل ايه يعني. هو مفيش، انت في ايدك حاجه تعمليها، احنا في ناس في ملاحق دلوقتي بامتحنهم، والناس قاعده في البيوت مستنيه اي فرج من عند ربنا، وناس التنسيق بهدلها، وكليات علمي، كليات ادبي علمي خدها، وتخفيض التنسيق بنطالب بيه، وبنطالب بالتحسين، وبنطالب بالتظلمات، وبنطالب ان ربنا عز وجل يقف جنبنا ان شاء الله، ويقف جنبنا وبنقول يا رب ان شاء الله. بس اللي هو انا مش عارفه دلوقتي يعني ابدا سنه جديده وخلاص سيبني يعني من اللي فات. طب يعني نريح شويه كده لغايه ما ربنا يكتب لنا الخير، ويمكن خير يا رب. بس يعني هو محدش راضي يرد علينا، ما هو موقع زي ما قالوا لنا يمكن يعني كل غيبه يعني كده وفيها خير ان شاء الله، كل تاخيره وفيها خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا فندم، شكرا. ايوه السلام عليكم. انا وصلني الصوره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ في نعمه والله. يعني لازم يسمعانا دلوقتي يا استاذ اسامه ولا ايه يعني؟ والله هم سامعيننا بس مش واخدين بالهم. مش واخدين بالهم ازاي يعني؟ هو ده الدكتور مش ليهم مال مدام الدكتور رضا، احنا نفضل نقول دكتور طارق ودكتور رضا ودكتور فلان ودكتور علان، واحنا مش واخدين حقنا يعني. هنعمل ايه؟ في ايدك ايه تعمل؟ هو مشي ليه طيب مدام ده جاي يكمل مكان ده يعني؟ والله هو مش عشان الظلم المفروض يعني.
طيب امال ده جاي يكمل الظلم يعني ولا ايه يعني، ولا جاي مش عارف يهدينا يعني، واحنا ايه يعني بالظبط يعني. انت شايف الحل ايه؟ بس يعني احنا خلينا في الحل، ايه على الحل؟ الاقل على الاقل يعني يراضي الناس تحسين على الاقل يعني. احنا العاده يعني مثلا انت في تظلمات شغاله وامتحانات شغاله، ازاي يعني ده استهانه بالناس دي يعني، ده استهانه دي بعقولنا يعني. انا مستغربها يعني، ازاي اعمل تظلم وفي امتحانات شغاله يعني؟ من الاخر انا كان معايا ناس في نفس اليوم تظلمات، وواحده عندها عربي، وفي نفس اليوم كان اول يوم يوم 20 كان عندها عربي وراح التظلمات يعني، ساب العربي وراح التظلمات وعندها مادتين. طب ازاي يعني؟ طب بتعمل ايه يعني؟ ليه لا اله الا الله يا رب. فالناس دي بتعمل ايه يعني؟ مثلا الناس دي مثلا مش في دماغها مثلا الناس، ولا يعني ايه، ولا ظالمه ومصدقه نفسها مثلا انها مش ظالمه، ولا ايه بالظبط؟ هما حاسين ان احنا اللي وحشين وهم اللي مسؤولين عن الحاجة الحلوة، وما تعرفش مش عارف. تعبنا والله، والله تعبنا يا استاذ اسامه والله بصراحة يعني، بصراحة يعني مش عارفين نعمل ايه يعني، يعني مستقبلنا ضاع مع عيالنا ومش عارفين نعمل ايه يعني. لا فيش حاجة ضاعت، كله عند ربنا، واللي عند ربنا ما بيضيعش. ونعم بالله ماشي. طيب ما احنا مش هضيع، بس برضه ما هو شاد عمر برضه. ايوه انا عارف، انا عارف مصاريف، عارف والله، خصوصا يعني المتعود على النجاح والتفوق يعني. مثلا لو مش لو طالب فاشل مش فارقه معاه، انما الناس دي متعود يعني. انا اغلب الناس اللي انا شايفها متفوقين يعني. ليه بس؟ يعني انامل ايه بس؟ شهادات، عندي شهادات ممكن اصورها لك كلها من اولى ابتدائي لغايه يعني ثانيه ثانوي، تفوق ونجاح لدرجه يعني مش عاوز اقولها لدرجه امتياز يعني. والله احنا بنسلمها لله ونعم بالله يعني. مثلا اخر اللي احنا بنعمله ده ايه يعني؟ واخر الصلاه واخر المباشر واخر الناس دي مثلا، ما فيش اي حلول، ما فيش اي. المفروض الناس دي يعني على الاقل خلاص يطلع ويواجه الناس ويقول خطاب ويحكي، لازم يبقى في حل يعني، لازم يراضي الناس دي يعني، لازم يراضينا يعني على الاقل خالص يعني. خلي في تحسين يا عم، احنا مش عاوزين عيد سنه ولا عيد امتحانات ولا عيد تصحيح ولا الكلام ده كله، لان ده مستحيل، مش صعب. هو مش صعب بس مستحيل. ما هي دي المشكله، اللي احنا بنقول يا رب ونقول يا رب، بس احنا عاوزين حقنا، مش عاوزين اكتر من كده والله. طب وبعدين يعني يا استاذ سامع يعني؟ ما فيش قدامنا حل غير اللي احنا نقول لحضرتك زي ما قلت لك كده. احنا مش عاوز اقول لك يا عيالنا، فقره الانتماء، احنا نفسنا فقدنا الانتماء. اي انتماء واي مكان، زي ما انا مكان فيه مش واخد حق يا عم. احنا مش هنحكي على اسعار ولا غير ولا رايح ولا جاي، كل ده بنستحمل. انما الضرور اللي بيجي على بنتي حرام يعني. ما هي دي بقى، هي دي اللي بنتكلم فيها بقى. هي دي بقى دي اللي احنا بنتكلم فيها. الدكتور رضا يعني يطلع ويشوف حل للناس دي يعني، يعني يحكي مع ايه، يتكلم. انما ان احنا غلط وهو صح، او ان هم ماشيين زمان النهج الصحيح واحنا في الغلط، ازاي يعني؟ لا هي دي بقى المشكلة بقى. والله هنشوف، تابعني بس كده وربنا يسهل ان شاء الله. احنا متابعينك على طول يا استاذ. تسلم يعني، تسلم يا فندم. احنا تعبانين وبرضه بنقلب على نفس المواد يعني، كل ما بننسى بنلاقي كده حاجة زي كده. احنا والله احنا ما بنقدرش ننسى، اقسم بالله العلي العظيم، من الساعة الثلاثية لغاية النهاردة الواحد يعني ربنا بس اللي يعلم بيه يعني. لا 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 مش ثانوية عامة وعيل عندي مثلا، وانا معلش يعني، وانا عندي 47 48 سنة ببكي ليل ونهار على ابني يعني، ودموعي تنزل لوحدة من الظلم يعني. قول يا رب، قول يا رب بس تابعني كده. ينزل دي بلاش كده يا عم، مش عاوزين أي حاجة. ينزل نموذج النيابة على ينزل وكده على أي صفحة، صفحة وزارة، أي صفحة، يعمل أي حاجة بس. تمشي الإجابات كلها، والطالب يراجع مع نفسه ويشوف نفسه على الطريق يعني. هو اللي عارف، اقسم بالله لو عاد امتحان تاني، ده اللي جاب 90 هيجيب 90، ولا اللي جاب 70 هيجيب 70، ولا الصيد هيضغط والدنيا هتتلخبط يعني. ان اللي حال الحاله مش عارف حللها ازاي، ومش عارفها صح ولا غلط يعني. اللي حال الحاجه مش عارفها صح ولا غلط. هنقول ايه بس؟ قول يا رب كده يعني. الناس دي النهارده اللي نجحت دي النهارده، وانت نجحتها بسواء شمال او او صح او بغلط، الناس دي هتبقى ماسكه البلد بعد 20 15 سنه. ايوه ما هي ده اللي بنتكلم فيه بقى. طب ازاي يعني؟ هو انت الوقت يبقى كان كانوا فيهم، وهو مش كله، مش كله طرح كده، فيهم نسبه وتناسب، بس على الاقل النسبه اللي تستحق 10 20% اللي ناجح.
طيب ما ال 10% مع 90% دي اللي هي مالهاش حق انها تنجح ودخلت تاخد هتستغل المناصب العليا في البلد بعد 15 20. ما احنا قلنا الكلام ده كتير وقلنا الانتماء وما قلنا الانتماء. ربنا ربنا بس يسترها، ربنا يسترها بس، وربنا يكتب لك الخير. وانا بشكرك على المداخله الجميله دي، ويا رب كده دايما ونسمع اخبار حلوه الايام اللي جايه ان شاء الله. احنا اسيوط طبعا كلمت حضرتك قبل ما اروح اللي بتتابعني، طبعا روحنا اول حاجه اجباري لازم نمضي على الورقه ان احنا دي بتاعتنا عشان تاخد نموذج الاجابه لازم تمضي دي بتاعتك. ايوه عامل مش بتاعتي خلاص مش هتسترق نموذج الاجابه. ما انا لسه منزلها عندي على الصفحه دلوقتي. طيب ماشي مضينا سيوط بركه يعني مش ورقتها مش بتاعتها لأسباب كتير. هو الاسم من فوق والرقم تمام وكله تمام بس ما فيش في حاجات كده بس ان هي صح اتنين صحيحين في يعني دايرتين في نفس يعني هو ما عملتش ابدا الدايرتين في علامة اكس اكتر من واحدة برضو ما فيش. طب وانت عملت ايه؟ عملت محضر يعني؟ وانا عملت ايه؟ اعمل محضر في مين وفي ايه؟ يعني اعمل محضر في ايه وفي مين؟ حسب الله نعمل اعمل ايه؟ يعني اي محضر؟ هنقول يا رب. طب تابعني بقى كده واسمع كده، اسمع القصص اللي بنسمعها كل يوم. شكرا. انت القصص دي بتتعبنا اكتر والله. لا قول يا رب بس. قول يا رب قول يا رب قول يا رب. يا رب بس عاوزين حضرتك برضه يعني تستضيفنا حد. والله بنحاول، والله انا بعتت لكذا حد بس في ناس رفضت، المهم ربنا يسهلها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ كويس الحمد لله، معايا استاذ اسامه. انت على الهواء يا فندم اتفضلي. طيب حضرتك دلوقتي انا رحت عملت صدر. تمام. فانا كنت عامله 5 مواد فطلعولي الورق. انا اول ما شفت الكيمياء ورقه الكيمياء عرفت ان دي مش ورقتي. اللي هو انا استغربت لقيت جنب الماده مكتوب اسمي ومشخبط عليه مكتوب الكيمياء، هو ده مش ورقتي. وكمان انا مظلمه وعامله تحت غلطات عامله عليهم اكس. تمام. فتاكدت ان الورقه مش بتاعتي، نفس النظام وباقي الورق. انا قلت اقول لهم بقى من الورق ايه، ازاي محدش هناك يقدر يتكلم ويقول لي احنا ملناش دعوه والكلام ده كله. ايوه. فابن عمته كان معايا برضه وحاول ان هو يصور الورق، خدوا مننا الفون وقفلوه وما رضوش يدينا اي حاجه ان انا مصور الورق. طبعا انا راجعه مع المدرسين وعارفه ان انا معدية. تمام. فما عطانوش اي حاجه خالص، مامتي طلعت معايا. فالغلاف اللي كان فيه الورق بتاعي معمول على الاحياء علامه صح كمان الجيوب، المادتين دول انا نازله فيهم. ايوه. تمام. لكن الكيمياء مش معمول عليها اي حاجه خالص. فماما بتقول لي طويله، قال لها ده عيب تصوير. قال لي عيب تصوير ازاي؟ ده معمول عليهم بالقلم الاحمر. راح شد مننا الغلاف وخده مننا. لا انا عاوزك تعيد الحته دي تاني. حضرتك الغلاف اللي كان موجود فيه الورق بتاعي معمول على الاحياء علامه صح بالاحمر وكمان على الجيوم الجيوم. ايوه. انما الكيمياء لا. طب ليه بقى؟ ما انا مش عارفه. ماما بتقول لي كده، قال لها عيب تصوير. قالت له ازاي عيب تصوير وده قلم احمر؟ راح سحب مننا الغلاف بسرعه. حاجة غريبة يعني. أنا مستغربة، أنا أصلا شايف كان ده مش ورقي، وعارفين في العربي 35 درجة 5 درجات رقصة، 5 درجات رقصة 5 درجات. غريبة، في بقول لك في حاجات غريبة مش طبيعية. ده حتى كمان في الأحياء في التجارب عاملة السؤال قال إن أنا مظللة على 2x والثالثة صح، أنا مش عاملة الكلام ده. أنت مجموعك كله كام في المية بتقولي؟ 40% ومنزلين 3 مواد. ربنا يكتب لك الخير يا بنتي، ربنا يكتب لك الخير. انا عايز ان هم يشيلوا درجات الرقعه لان ده مش هتعمل حاجه السنه الجايه. لو ربنا كرمني وطلعت عليك 70% هتدخلني يعني انما كده حلمي ضاع. يعني انا ذاكر سنتين، انا كنت واخده ثالثه ثانوي في ثانيه كمان كنت بذاكرها في ثانيه. لا اله الا الله.
كده راحت ضاعت حجر، ما بيبصوش على ورقنا. تعبنا راح حجر كده بيغيروا كعب سنين في الدنيا. ما تخافيش تعبك عند ربنا عز وجل. أنا بالله أنا عارفة إن تعب عند ربنا، وربنا إن شاء الله هيرجع علينا حقنا لأن إحنا تعبنا. إن شاء الله إن شاء الله يا بنتي. وقول يا رب، قول يا رب. شكرا شكرا ليك يا بنتي. ايوه عليك السلام ورحمه الله وبركاته. وسامه ازيك يا فندم؟ الله يخليك. انا والدتي طالبه ميت، قبل ما اروح التظلم كنت مكنسه ليا بيوم. ايوه حصل. لو لقيتي الورق من بتاعي انزل اعمل محضر. تمام. حمد وفي نفس ذاته بجد مش ورا ليه وخربها الدنيا وهو بيزيط ابو ده خلاص اهدي اهدي. طبعا احنا قالوا كده لان طلع جاب لنا يمكن يجي 200 نفر ما عطوهمش درجه، كل بقى ينزل بيقول احسن لكم تروحوا. احسن لكم تروحوا، ده هم دفعوا علينا ولموا فلوس. لا 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 نفس النمط، كنا فطيوك. عملنا 5 مواد مفيش ماده خدنا فيها درجه. استغفر الله العظيم. لقينا 2 معينين اللي هي ماده الجلجه وماده الاحياء. لقيتهم معلمين عليها بالاحمر. فانا بقول للاستاذ ايوه استاذ ده انتوا معلمين ليه على الغلاف ده كده؟ وقال لي لا 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 ده عيب صحيح. صحيح ازاي؟ صحيح ده قلم احمر. قال لي لا لا يا مدام عادي. وراحت حمد وخطف مني الورق. يعني هو غلط 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 وكان هيقع يعني حاجه غريبه يعني انا بستغرب ليه ومكتوب عليها بالاحمر ليه؟ ايوه انا عايز اعرف اشمعنى الغلاف دي الظرف دي اللي كان مكتوب عليه بالاحمر متعلم عليه ولا بتسمع؟ على الجيولوجيا والكيمياء والاحياء. الكيمياء ما كانش متعلم عليها. طب انت لوحدك اللي كان الغلاف ده متعلم عليه باحمر ولا كل اللي كان موجود؟ لا يعني انتوا في اوضه كنتوا لوحدكم ولا ايه؟ كنا في اوضه وكان كذا نفر وكله كان ضايق، كل اللي بيقولوا بقى بيقول مش ورقه ومش ورقه وما فيش حد خد درجه، ما فيش نفر من اللي راح اطيب خد درجه. 30 درجه. انا وبعدين استاذ انا مش خلاص تعودنا ربنا وقلنا خلاص هتعيد السنه، هتعيد السنه على 3 مواد يعملوا لها 3 مواد. ايه ده 40% احنا طالبين بالتحسين وردينا بالله اعطانا ربنا. وهنطالب معاكي بالتحسين يا امي، تابعينا بس كده وشوفي باقي. يدونا حاجه تحسن انها تفهم على البيت يا رب. وهنطالب بكده. حرام عليهم يسيبوا منهم ربنا. قول يا رب، قول يا ست الكل وخليك مع ربنا. الواحد ما بيقول غير يا رب. شكرا. الحمد لله وصبرت بنتي. شكرا يا فندم، شكرا ليك. السلام عليكم. مع السلامه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا فندم. الو الو انا مع حضرتك. معاك يا فندم. ايوه يا فندم تعالى اهو اتفضلي. والله انا عندي شكوى. انا بنتي احنا في اكتوبر. تمام. مدرسه حكمله يعتبروا ان بنتي ما غشش زمايلها. تمام. ولسه سبع مواد. يعني هل يعقل ان بنتي طالبه في مذاكره ودروس والتزامات وما فيش ماده تنجح فيها؟ حاجه غريبه يعني. فانا كان نفسي يعني يعيدوا امتحانات يمتحنوهم تاني، لان حرام حرام يعني سنه تروح للعراق والترم اللي جاي هم مش عارفين هم هيمتحنوا في ايه وايه المنهج الجديد. فاحنا عشوائيين في حضرتك وربنا يكرمك يا رب وتوصل صوتنا وتوصل صوت كل الناس. يا رب يا رب يا امي يا رب يا رب يا رب. شكرا شكرا ليك يا امي. انا واحده من الناس لما بروح احب اعرف اي حاجه بحب اتفرج على حضرتك. الله يكرمك. كل اللي احنا مش عارفينه. الله يكرمك يا فندم. معايا فلوس ان انا اعمل تظلم والله من الله انا لو معايا كنت عملتها. ويعني اللي عمله خدوا ايه؟ هنعمل ايه بس؟ نقول يا رب، يقول يا رب، نقول يا رب. نقول يا رب يا رب. انا كنت بحاول اتواصل مع حضرتك على طول والله والحمد لله ان انا يعني وصلت معاك. ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا. انا والله يعني ربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا ليكي، شكرا. العفو. شكرا، مع السلامة. ربنا يخليك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ اتفضلي يا فندم. شفت التصريحات يا أستاذ أسامة؟ تصريحات إيه يا فندم؟ قولي لنا كده تصريحات إيه؟ شفت التصريحات اللي نزلت. انا سمعت النهارده بصراحه ان الوزير رضا حجازي ان هو بيقول ان مفيش حد اتظلم. يعني معنى الكلام ان مفيش حد اتظلم،
لو في اي ظلم من اي حد اكيد ان احنا هنديله حقه، بس هو لغايه دلوقتي التظلمات ماشيه ما فيهاش اي حاجه، وكل واحد بيروح بيثبت ان دي ورقته وفعلا بيمضي ان دي ورقته وما فيش اي حاجه يعني تمام. وان هو هيرجع المقالي، بس البابل شيت لسه هيبقى موجود ازاي؟ انا مش فاهماها. لا لا لا، احنا بص يا فندم، الخلاصه يعني احتمال البوكلت يرجع تاني، البابل شيت هيتلغى، الاسئله هو مش هيغير حاجه. لا هيغير هيغير هيغير، وانا بقولها لك اهوت. والله الوزير اللي سواء ده دكتور طارق او دكتور رضا الاثنين واحد يا فندم هيغير. هو اتضحك علينا. لا 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 لا، ما بنضحكش علينا. مفيش حاجة هتحصل. لا لا لا، تفائلوا يا فندم، يا فندم بلاش بلاش نظرة اليأس دي، تفائلوا تفائلوا. مش يأس يا أستاذ أسامة، دي أفعال بتحصل قدامنا. يا فندم. المظلومات إيه اللي شغالة لغاية دلوقتي ومفيش أي قرار نزل ولا أي حاجة نزلت؟ والله العظيم إحنا يعني بص يعني إحنا عمالين كده يعني مفيش أي فايدة، إحنا بنتعب نفسنا على الفاضي. انا شايفين احنا والله لا ماهوش تعب ولا حاجه، مفيش حد سامعنا. لا هنقول يا رب هو في بس ايه بالظبط، هو ايه يعني يعمل ايه؟ هي البلد دي فعلا ماشيه بالفلوس، هي ماشيه بالفلوس، هم عايزين فلوس يعني، خدوا فلوس الناس الغلابه عشان التظلمات، قالوا 300 والناس يعني راحت، اللي استلفت واللي عملت جمعيه واللي عملت ده، وراحت في الاخر يقول ان مفيش حد، كل ورق وكل الورق كل الورق وشاف الورق، الورق مش بتاعهم فعلا، بس هم مضوهم قبل ما يبصوا على الورق. ايوه، ما انا نشر الصوره بكده دلوقتي. تمام، فانا مش عارفه هم ليه يعني، هم مش لاقيين غير الغلابه يضحكوا عليهم في البلد دي. يا بخت الغلابه يا بخت الغلابه، لان بص للناس اللي رجال الاعمال والناس اللي هي واكلاها يعني في البلد. والله الوقت حرام عليهم يعني، يبص للناس الغلابه ويبص للطلبه ويبص ليه يعني؟ هو البلد فيها ايه غير التعليم اللي هو اللي بيدفع البني ادم؟ ولا شغل يعني شغل للناس، مفيش اشغال، كل المهندس دلوقتي قاعد على القهوه يعني، مفيش اي حاجه. لا لا لا، مش عارفه الصراحه، الشغل كتير بس الناس مكسله، بس الشغل كتير بس الناس مكسله. لا الشغل كتير بس الناس مكسله. والله العظيم ابدا يا استاذ اسامه، ما هو مش معقول واحد هيكون مهندس هيروح مثلا يشتغل مثلا عسكري ولا لا لا عادي. انا في كان ليا زمايلي في طب وبيشتغلوا بيبيعوا لبن في راس البر. طب وده ينفع يكون كده؟ طب هو كان كده ليه دخل طب؟ ما هو كان لا ده كان عشان يصرف على نفسه. عشان يصرف على نفسه. هيعمل ايه؟ احنا ايامينا برضو ما احنا كنا بنشتغل وبنعمل واحنا في الكليه. يبقى الواحد ياخدها من قصيرها ويبقى لها تعليم ويروح بعيد. لا يا فندم، ما احنا كان برضو معانا مهنه ومعانا تعليمنا يعني، عشان بس الحاجات دي الناس دي كلها تعرف ان احنا بنتعب عشان خاطر البلد دي وعاوزين البلد تدينا. احنا بنتعب عشان خاطر البلد، والبلد ما بتديناش حقنا. ان شاء الله تدينا. ازمتها بقى. لا لا بس مالناش ما نيأسش، هنقول بس يا رب لعلكم كده تفائلوا بالخير تجدوه. انا لما اقول لك في الاخره بقى، لا لا ما هو في الدنيا مش هناخد حقنا يا استاذ. لا 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 لا، لا, لا, لا. بص يا فندم، بص يا فندم، بص يا فندم، خدنا قاعدة ثابتة كده. والله 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 ربنا عز وجل من حبه في المظلوم اللي هو بيخليه يشوف اللي ظلمه في الدنيا وبيشوف وبتشفى فيه في الآخرة كمان، يعني ده حاجة نفهمها كده. تاني حاجة إن ربنا عز وجل هو الرحمن، بس لا الرحيم. لما تيجي تقرأي كده بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ فعشان كده يا فندم، ايوه يا فندم انا معاك، انا مع حضرتك. هل ربنا عز وجل هيسامح في ظلم العبد للعبد؟ طيب يبقى هو ربنا عز وجل بيبتلينا عشان بيحبنا. هو في مؤمن في الدنيا ما بيبتلاش؟ لا، يبقى نموت كافرين بقى، نموت كافرين. في الاخره بقى لا، ما احنا كده 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 حقنا في الاخره. لا لا لا، هو هي المشكله في حاجه، اللي احنا كل زمن هو بقى كده، اللي عيني واللي مركزه عيني في البلد دي، هو اللي بيعرف يعيش في الدنيا. هو في مثل مشهور، والغلبان هو اللي ما هو في مثل مشهور اللي ليه ظهر ما بيضربش على بطن.
بس احنا عندنا في مثل حلو احلى منه، اللي ليه رب ما بيضيعش حق. فانا عاوزك تفائلي تفائلي بصراحه. يعني بصراحه معلش، في واحد قال يعني لا ما تغلطيش، بس عشان مش عايزين الناس دي تاخد حسنات على قفانا. خلاص يا استاذ اسامه، والله يفضي تصلي على النبي، تصلي صلي على النبي بس كده، صلي على النبي، صلي على النبي، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. لا اصل احنا مش عاوزين نطلع من البث ده يا جماعه، واحنا مع ربنا، عشان ربنا شايفنا دلوقتي. يأس فظيع والله، يأس فظيع. يأس ايه يا جماعه؟ ولا يأس ولا حاجه. الدنيا قفلت في وشنا لما عيالنا خلاص، يعني خلاص احنا كنا بنبص اللي احنا ما عرفناش نحققه في دنيتنا، بنحققه في عيالنا، مش عايزين حتى نحققه في عيالنا. لا هنحقق والله في عيالنا، وهنتبسط وهنبقى احلى حاجه في الدنيا، واللي ربنا كاتبه لنا هو الاحسن، واللي ربنا اداه لنا هو الاحسن، ودايما اي حاجه بتحصل لنا خير، واللي ربنا بيبعته لك يا فندم، اللي ربنا بيبعته لك اتمسكي بيه، اتمسكي بيه، لان هو ده اللي ربنا بعته لك هديه. اوعي في يوم من الايام ربنا يبعت لك هديه وتسيبيها. عشان كده ربنا بيبتليكي بحاجه، بيبعت لك حاجه، خدي دي، فهو ده بتاع ربنا. ف يعني ولا نتعب ولا حاجه، لا هنسلم امرين لله كده، ونقول يا رب، واي حاجه ربنا يبعتها لنا نحافظ عليها ونخليها ايه يعني كده، يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ما يهمش ما يهمش ما يهمش. بس الواحد ده لو قال إن هو يمشي من البلد دي هيمشي منها فعلا. ما هنمشي نصيف ونرجع ماشي، مثلا نروح فيينا ونرجع، نروح مثلا يعني هنسيب البلد هنروح فين يعني؟ نعلم عيالنا في أي حتة بعيدة. لا 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 يا فندم ولا أي حاجة، هنعلمهم يعني. لا هنعلمهم وين، هنعمل ايه، هنروح فين، نتشحطط في بلاد الدنيا، هنعمل ايه، بس هنجيب ايه الكلام ده؟ لو الواحد معاه فلوس ماشي ياخد العيال ويمشي، لكن احنا هنروح نتشحطط فين دلوقتي؟ مش عارفين. انا بقول لك الواحد لو يطول، لكن احنا مش طايرين. ان شاء الله خير، لعله خير، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ان شاء الله ان شاء الله هنتفائل بالخير. بس انا بقول لك سواء كان دكتور ولا وزير ولا ده اللي اسمه رضا حجازي، الدكتور رضا حجازي دكتور، دكتور في التعليم يا فندم. هم جايين ياخدوا دكتوراه على عشان يا ستي. هو في ايه يا ستي؟ ما تعدي كده. هو في ايه دكتور والله العظيم دكتور ايه؟ فين اللي يعني المفروض يكون يعني واخده يعني يستحقه. وان شاء الله ان شاء الله يا رب يجعله خير. ماشي اسامه، عشان انا حاسه ان انا وكملت المكالمه. انا عشان كده ربنا يسترها، بس ربنا يستر. والله يا فندم ان شاء الله اللي ربنا بعته نحافظ عليه، نقول يا رب كده، ونقول يا رب اكتب لنا الخير لنا ولاولادنا. وشكرا ليك يا فندم، شكرا، شكرا ليك يا فندم، شكرا، مع السلامه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ الصوت يا فندم، الصوت بس، الصوت. مش عارف استاذ سامح حبيبي طبعا. ازيك يا صديقي يا غالي، صديقي الغالي يا جماعه. استاذ سامح كان تعبان شويه، بس ادعوا له ربنا يشفيه. اخبار صحتك ايه الاول؟ الحمد لله شكرا. ماشيين بقى علينا. ما يهمش ما يهمش ما يهمش ما يهم. والله انا شايفك بتشرب ينسون، عمال اقول لك كتب شويه. ما هو ينسون بقى بالايه؟ عاوز انسى. بس احنا عمرنا ما هننسى اللي حصل فينا. لا ما هو المشكله مش هننسى، احنا بنقول يا رب بس، عشان احنا هنعمل ايه؟ جاب لنا الكحه والله. يعني الراجل ده الكحه ما سابتنيش من يوم ما طارق شوقي مشي. ده انا طارق شوقي ما تخافش، وهيروح فين من ربنا؟ لا لا الصوت بيقطع يا استاذ سامع. كده كويس اهو. يا فندم اتفضل اتفضل. انت مش عايز تدينا ورقه الاسئله دي؟ قول لي والله العظيم فتح بقه اسامه، اقسم بالله ما رد عليا. بيقول لي
في الاخر طب ما الباركود هنا. قلت له انا قلت له يا عم كل حاجاتك موجوده انت مش عايز تسوي التسجيله دي ليه؟ انتوا مخبيين كده في ايه؟ انتوا مداريين في حاجه مش مظبوطه. قلت له كده والله العظيم بنفس اللفظ. قلت له ما تديني يا عم ورقه تسجيله وريحنا. عارف ليه يا استاذ اسامه؟ ايوه ورقه الاسئله لو كانت واخد بالك واحنا كتبنا في الملاحظات اجابه الاسئله قلت لك انا اللعبه اليهوديه اللي ما عملهاش اليهود اللي حضرتك انت هتقول اجابه السؤال ده تكتب في الملاحظات ان اجابه السؤال صح. اه اجابه السؤال دي صح. اجابه السؤال دي صح. واخد بالك؟ فطبعا هيجي اختار لان المدرسين كلهم هيختاروا والخبراء كلهم هيختاروا ان مديك اربع اجابات اربع اجابات كلهم صح. النموذج الوحيد اللي عندهم اللي هو مغلطك النموذج اللي تخش على الكاميرا. دي لعبه اليهود النموذج الوحيد. بس في واحده كلمتني بتقول لك النماذج دي متصوره يعني معموله تصحيح الكتروني يعني مطبوعه او اللي عامل الدوائر دي كمبيوتر مش ايد بني ادم. والله يا استاذ اسامه والله يا استاذ اسامه انا اللي جابولي اللي جابولي كتيب في اربع نماذج اربع نماذج وبقى يقول لي نموذج البابل شيت بتاع بنتك اهو واخد بالك؟ $1,200 طبوا حضرتك على ده وشوف واخد بالك؟ طبوا وشوف. طب يا استاذ اسامه طب ما في نموذج تاني تالت ورابع شفت نموذج من دول زي الاجابات ما هو ما ينفع. ما انا عشان كده بقول لك يعني هو التظلمات سبوبه والدليل على كده ان الدور الثاني شغال يعني المفروض التظلمات دي كده. ايوه هو انت بتتكلم في ايه يعني؟ وبعدين في نفس الوقت التظلمات دي انا لو ليا درجه ممكن تدخلني الكليه وتوديني كليه. انت حضرتك دلوقتي اصلا قليله التظلم غلط قليله التظلم وانت رابع حاجات بتسال رمضان محمد ده رمضان محمد اقسم بالله انت ليه مش عايز تدينا ورقه الاسئله عشان الطلبه ما تصورش في الاسئله الكليه اللي انا بدي اعمل امتحان دور تاني؟ طبعا بتشوف امتحان الدور الاول وبتاع لا نماذج الاجابه اقسم بالله هي نماذج الاجابه اللي علمتها اللي هي نماذج الاجابه اللي هي معنى امتحان الدور الاول هي اللي حلتها معاك احنا عاملين فيها جدار صحيحه بس نموذج الاجابه اللي هو مديهولنا ده في حاجه غلط في حاجه غلط في حاجه تنطبق منه. يعني قبل ما اتكلم قبل ما تكمل بس في واحده كاتبه ام احمد بتقول اتمنى من الله تعالى ان الاستاذ اسامه رزق القائم على هذا البرنامج ان ينصبه الرئيس وزير التعليم الثانوي. لا 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 لان المنصب يعني مصيبه. من تولى امور الناس يوم القيامه ياتي يصرخ يعني اكثر الناس صراخا يوم القيامه من تولى منصب وظلم الع... اه تابع البث بتاعك انا بقى لي ثلاثه والله العظيم ربنا اللي قاعد الدنيا والتعب اللي انا كنت فيه. شفت الياس اللي تفرد اللي كانت قبلي اللي هو المدام اللي قبلك لا 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 ليه يا فندم ليه يا فندم ما تبقاش تفرحات يا فندم. انت شفت الشخص الصحابي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه واحنا هنقعد نسهر الليالي بالليل او نقعد نسهر لغايه الصبح بالليل نشوف على السوشيال ميديا عشان نشوف تفرحات ما تقعد لغايه الليل وتقعد لغايه الفجر. لا لا يعني بقول لك مش هيعمل تصريحات بالليل زي الدكتور طارق كده لما كان بيطلع تصريحات كده غريبه كده. هو انت حضرتك هو انت لما تتابع الناس انت مش ممكن تستفاد معلومه غير مره لا اصل الدكتور رضا بينام بدري. الدكتور رضا بينام بدري. انا قلت لك الاراء ماشي بتبني عليها قرار. البابل شيت ده اللي انت بتقوله مش عارف فكره يا فندم مش هو هيدعم بيه اسئله مقاليه. ايوه يا فندم انت البابل شيت ده أفشل طريقة أو أفشل المنظومة اللي فشل الطلبة مش فشل مش معقولة دي الفيزا الثانوية العامة. أنت قلت لحضرتك أنت بتقول 12,000 ورقة رايح بكرة والراسبين قد كده يعني أمال مين اللي نجح يا أستاذ أسامة؟ أستاذ أسامة نجح بيجي 10% 15% 20% في منهم ناس بتتهدم من فوق دماغنا في منهم لجان ولاد الدكاترة. أما هو بره لجان ولاد الدكاترة هي دي المشكلة. أه أما هو بره واخد بالك؟ أيوه واخد بالك وال 90% خيرة شباب مصر يعني مش كده يعني على الاقل يعني ظبطها. يعني ايه ده يا استاذ اسامه ده؟ ايه ده؟ لما انت تخل وفي الرياضيات
أو الطالب يشرح وبيعبر الطلبة نفذ الورقة والقلم نفذتهم خلاص مش عارفين يكتبوا. أنت بتشوف طالب دلوقتي في ثانوية عامة بيكتب كلمة والله على الفيس واو ألف لام لامين إيه إيه وزة خلاص ده جهل. أنتوا كنتوا خليتوا العيال جهلة خليتوا والله خليتوا العيال جهلة. لما أنت تدي كلمة تفكر الطالب يبدأ يشرح يعبر عن نفسه إيه مدرس الجغرافيا أو مدرس التاريخ أو الأستاذ بتاع المادة يفهم يعرف أن الطالب ده طالب مذاكر وطالب مش غاشش. انما الطالب الغشش هو الولد الثاني بيقول له ايه في السؤال الاولاني يقول له داش مظلل على ده هو المدرس او الرفيع الاقتناع بيخلي الطالب الغشش ده غشش ولا تجاوب. الطالب اللي هو ذاكر بيبدا يحلل في الورق المفضل في اخر الكلام حصل حصل وممكن في اخر ما بيبدا تحليل مساله في الرياضيات او في الكيمياء او في الفيزياء او في الديناميكا او في الاستاتيكا بيجي في اخر خطوه او خطوتين يميل تجاوب الطالب فيختار الاختيار بيه على ايوه لما تشوفه فكر في ايه وفي ايه تشوفه ماشي صح ما تشوفه وتديله درجه على الاداء التاني حرام عليك. انت واقف بتقلب كل البتاع حرام عليك. هو انت واحنا فاضي وانت فاضي هو انت بتختار انت بتقول لك انا ليا الاختيار الاختيار الاجابه بتاعت انا في بعض المدرسين انا بيكتب وانا الاجابه النهائيه في بعض المدرسين انا قلب انا هذول عمرهم ما يتقال انهم اتقالوا اليوم اللي تيجي انا ممكن طالب غشش يحل الاجابه حد بدي قانون الجبل هو واحد في 4 مليون. هي دي المشكله هي دي المشكله. وبعدين انت تحل الاختبار ده كان فرق مش هقول لك ده انت هتختار الاجابه الست في نفس الوقت بعد دقيقه يبعت لك اللي خدت الاجابه الصح. امال ايه؟ امال ايه؟ ده في البدايه ده كان زمان كان زمان ايام زمان. اقول للزمان ارجع يا زمان صحيح ما خلاص بقى كل مصر دي ما بتفهمش كل مصر دي ده مصر حزينه من اهل الثوره العامه عشان الراجل على قد ما كنت مظلمك انت ظلمت مليون و400 الف طالب ما يقرب مليون ونص ضربوه في 4 سنين ولا ضربوه في 5 سنين حوالي 10 مليون مثلا 10 مليون بس مع السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت دول ممكن يتلحقوا شويه عشان صححتهم يا دول ما صححتهمش الكترون طب انت ايه رايك يعني اللي ممكن الدور الثاني كله ينجح؟ والله يا انا عارف عشان كده احنا بنطالب بنجاح كل الطلبه. والله يا انا طالب لو جاب 20 ولا 30 خلاص الحوت مع السنة الثانية على المادة والدين ومؤشرات تتنظم بقى وقف النظام ده وابدأ في السنة الثانية على طول. واخد بالك؟ لأن الطلبة دي أصلا دايما معلش مع احترامي أيوه أغلبية الطلبة 50 و55 و60 في السنة الجاية أنا متوقع الكلام ده ممكن يعني والله ما تشوف يعني بص السمح لما نشوف الدنيا توصل لإيه لغايه دلوقتي برضو التصريحات عايمه لسه ما حدش فاهم حاجه فيها لغايه اللحظه اللي احنا فيها هنقول يا رب. كنت بتمنى منه يطلع بمؤتمر صحفي اول حاجه يقول لك انا ده الطبيعي اول حاجه لا لسه اما نخلص بس من الدور الثاني واحنا هيبقى في تصريح صحفي وهيبقى في شغل جامد جدا هنفضى بس من التظلمات لما تخلص. هي التظلمات المفروض تخلص يوم كام؟ لازم هو المدارس تأجلت ايوه معاك يعني اقول لحضرتك الدور الثاني ده المفروض تعمل نموذجين اقول لحضرتك ليه قول لي يا استاذ ايوه اتفضل نموذجين للاسئله ليه يا استاذ اسامه هم اقترحوا دور التربيه والتعليم قول لي ليه يا فندم عشان حضرتك الطلبه اللي هم نازلين في المواد نازلين في المواد دي لما بيخشوا مهما جبت الامتحان بتاعك لو جبته ميه مش مكتفي حاجه فانت فانت حضرتك خدت فاكس يسالك هتديله 30 تديله نص الدرجه فانت يا فندم كوزاره التربيه والتعليم او كطالب الاثنين مستفيدين
هتقوله ميه، هتقوله سمك، هتقوله في متناول الطرد الضعيف عشان متقول. ليه؟ هي سياده الوزير، هي سياده الجنازه، هي الخبراء، هي كده حضرتك قدمت الامتحان وفي نفس الوقت ان شاء الله تاخد 50%. يعني انت ما مالكش اي ايده، ايوه صح صح. النموذج الثاني بقى قول لي اتفضل. الطلبه اللي متاجلين اخذ المواد نظرا لاي عضو شرعي، اذا كان مرضي او اذا كان سفر وقبلته وزاره التربيه ده بقى بيتميز عن بتاع الدور الاول ان هياخد الدرجه كامله اللي في الورقه وخد زياده في وقت الوقت شهر او شهرين زياده في المذاكره. فحضرتك هتقوله زي ما انت عايز، ما بقولكش هتقوله صعب، هتقوله زي ما جبت الدور الاول في مستويات والله كلامك سامح. يا ريت ياخدوا بيه، يا ريت يا ريت، احنا لازم نعمل حلقات مع بعض في الموضوع ده ان شاء الله. كتير كتير جدا كتير جدا، بس هو هيفتح المجال لكده ان شاء الله، لان هو في تصريحات كتير هتتقال الايام اللي جايه دي ان شاء الله. يعني احنا بنطالب اهوت، قال لك في تطوير بس الالات هتتظبط، هيبقى في الالات هتتغير، وفي نفس الوقت هنراجع المناهج كلها عشان تناسب مع الخريطه الزمنيه، وفي نفس الوقت لجنه من الاعلى للجامعات واساتذه المراجعات كلها هي هتشوف منظومه تسجيل السنه العامه في اتجاه اللي يبقى فيه اسئله مقالي، وفي اصلاح ان شاء الله في ديوان الوزاره كله، وهيربط بقى المنصات بالقنوات بالحاجات دي كلها. وبعدين يا استاذ اللي يعلن عليه اول السنه قبل بدايه الموت النتيجه يقدر يشاور شهر 3 4 شهر ما نغيره اللي هو بس في حاجه برضو قال لك تصحيح امتحانات ملاحق الثانويه العامه في الكنترولات. قال لك برضو تصحيح الكترونيك، ما اعرفش، بس هو دي ده كان ده تصريح ليه، بس كان عايم برضو. هنشوف يا استاذ سامح هو لو عايز ينجح يستمع لاراء الكل وليس انت لو عاوز ينجح يسمع الفيديوهات اللي احنا بنجيبها للناس دي. الله ينور عليك والله العظيم، كل فيديو فيه اراء وفي مشكله تهد جبال. والله يا دكتور رضا، والله يا دكتور رضا، استفدت كل الناس دي حاجه في الاخر. واقول لك على حاجه، عاوز اقول لك لو عاوز يحل يقعد معايا وانا اجيب له كل الناس دي. والله العظيم هقول له الناس دي غلابه يا دكتور رضا، الناس دي عاوزه تحسين، الناس دي عاوزه الدور الثاني ينجح، الناس دي كل املها ان اولادها ينجحوا، مش عاوزين مجموع، الناس دي كل املها اللي يصحوا من كاموس الثانويه العامه، اصحى وفوق. خلاص انت قضيت عليهم، وبعدين في نفس الوقت المجتمع عايزني خلاص بقى، خلاص تعبوا. وكل ده في الاول والاخر نجحت فيك كمان كوزير تجربت عليك. ان شاء الله سامح، هنتفائل خير. ربنا يجيك ان شاء الله. برضه نصيحه اخيره وجهاز. اتفضل. اسمع لاراء الكل، ما تسمعش لمن حولك يا دكتور رضا، يا دكتور رضا حكايتي. ما تسمعش من حواليك بس، اللي حواليك هيسمع لا هيسمع للكل. طول ما فينا نفس، طول ما فينا نفس وفينا لسان بيقول الحق، هنوصل له صوتنا ان شاء الله. يا سيدي احنا ما بنفهمش حاجه وحضرتك بتفهم كل حاجه، احنا ما بنفهمش وانت عايز. لا ان شاء الله خير. لو 100 حاجه بنقولك، كل حاجه واحده بس او حاجتين او ثلاثه او 10 يفيدوك ويدفعوا بالعمليه التعليميه دي. شكرا يا سامح والله، شكرا. وتابع معانا كده ان في ناس كتير بتتصل، وانا يعني انت حبيبي قوي، فسيبتك تقول اللي نفسك فيه، لان استاذ سامح ما شاء الله عليه يا جماعه. هنتابع مع بعض كده، وشكرا لك يا استاذ سامح، شكرا لك يا غالي، شكرا شكرا. كل واحد له كارير مخصصه بقى يا استاذ سامح. لا على دماغي، على دماغي يا فندم، على دماغي، على دماغي، على دماغي. مع السلامه. واتمنى التوفيق للجميع واسيب فرصه كبيره. الله يكرمك، شكرا شكرا. اتفضل. ايوه السلام عليكم. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. ايوه يا فندم، تعالى الهواء اتفضلي. دلوقتي انا طالبه من ثالثه ثانوي. اه اتفضلي. انا كنت عايزه اكلم حضرتك اصلا بقالي كتير، بس ما كنتش عارفه اتواصل مع حضرتك. لا انت على الهوا اهو، انت على الهوا، قول لي نفسك فيه. انا بجد بشكر حضرتك لانك بتوصل قد ايه شكرا، وان حضرتك يعني الصوت بتاعنا مفيد. الحمد لله. حقنا احنا قد ايه ظلمنا، قد ايه تعب ومذاكره وفلوس اهالينا وكل ده راح على الفاضي. يعني ازاي انا ابقى تعبانه وبروح دروس كل يوم ما نجحش او ما نجحش في ماده واحده، انا شلت كل المواد. سقطت في كل المواد؟ كل المواد، مفيش ماده، انا بطبق كل المواد.
لا إله إلا الله. في كل مخرج من كل مادة أنا كنت بتأكد من المدرسين وزي كلهم، وكنت يعني يعتبر أنا أقفل مواد كتير. لا إله إلا الله. مقاعد الواحد شافه أول ما شاف النتيجة بتاعته يقول لي مش كل الناس عرفت أنا أتجاهله. يعني إن أنا أدفع 7 مواد ب 200 جنيه حرام. يا ريت إن أنا أدفع الفلوس دي ويجيلي حقي أو يجيلي درجات. أنا كنت بشوف المهازل هناك أصلاً، كمية ناس بمهارة وكمية ناس بتلوم عليها وصعب، إن هو طب ليه حرام؟ وناس يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت بغش البنات هما نجحوا وأنا حلو. لا 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 والله يا بنتي أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة يعني. والله العظيم يا مستر يعني أنا كان عندي أمل كبير إن أنا أجيب مجموع كويس حتى أو مجموع أنجح بيه. مش اكتر بجد يعني حرام حرام فلوس اهالينا اللي هم بيستحضروا بيها دي. هل كل واحد فينا معاه انه يدفع؟ انا مدرسه خاصه مش حكومه لان انا ما جبتش مجموع كويس قوي طالما برضه في ثالثه اعدادي فدخلت مدرسه خدمات. فهل انا معايا ادفع 2200 جنيه او 2500 تاني لسنه جديده ويا عالم هيغلوها ولا لا؟ جبت طبعا الدروس اللي انا هرجع اذاكرها، جبت تاني الكتب اللي هشتريها وغير اخواتي انا عندي اخواتي برضه بيدرسوا. هل اهلي في حمل ان هم يجيبوا موال ثالثه ثانوي تاني؟ او ناس كتير غيري يعني انا مش بس لوحدي، وفي بنات كتير تاني زيي وشباب تاني. هل كلنا معانا ان احنا نجيب ثالثه ثانوي هوك ثالثه ثانوي تاني ونرجع في نفس التوتر تاني؟ كتير الدرجات احلامنا بقت سهله ان انت تسقط لنا وتعيدنا السنه بكل سهوله كده؟ والله انت تخلينا سنه كامله تاني من اول وجديد قد ايه؟ لا حرام بجد حرام بجد فعلا. طب انت ناويه تعملي ايه يا بنتي؟ والله انا مستر يعني ما قدمناش حل غير ان احنا نعيد تاني. ما انا يا وقف تعليق يا انت مش عارف اعمل تظلم، واللي عمل تظلم ما عملش حاجه، مفيش درجات رجعت، مفيش درجه واحده حتى. ربنا يعينك، ربنا يعينك الاحسن والله، ربنا يعينك الاحسن وان شاء الله تبقى حاجه حلوه ان شاء الله. اكيد يا رب. انا بجد انا من اشد المعجبين بحضرتك واني بحب حضرتك جدا، بتوصل لنا سخنه ويعني ومعانا وبجد انا بحب حضرتك جدا وبحترم جدا. الله يكرمك الله يكرمك، ده شرف ليا يا بنتي والله، ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك، شكرا ان حضرتك معانا واقف جنبنا معاكم لاخر نفس. ان شاء الله نلاقي حل، نقول يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا شكرا ليكي وربنا يسعدك ان شاء الله ومعانا ربنا ان شاء الله. يا رب. شكرا شكرا ليك يا فندم، شكرا. بصوا يا جماعه ربنا يستر، دلوقتي احنا بنطالب بحاجات شرعيه، حاجات بسيطه. احنا هنروح لكل نائب او لكل دايره، انت عارف النائب بتاعك، ابعت له قول له احنا مظلومين في الثانويه العامه، عاوزينك تتكلم عننا يا عم، احنا اخترناك واحنا من الناس اللي عاوزين حقنا. خلاص دي حاجه. ثاني حاجه احنا بنطالب من الدكتور رضا، عاوزين تحسين الغاء البابل شيت، عاوزين الدور الثاني كل الطلبه تنجح، لان لو عدم نجاح الطلبه الدور الثاني هتبقى مشكله كبيره، مشكله كبيره كبيره قوي 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 قوي. دي حاجه. عاوزين التابلت اللي قرف البلد وقرف الدنيا كلها واللي كان مصيبه على بلدنا كلها ده يتشال او يبقى ما هو الا موضوع بحث، يعني ادخل ابحث عنه الحاجات دي كلها. يعني انا بطالب بكده، يعني انا بطالب بكده. يا ريت 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 يا ريت، ويا رب صوتنا يوصل، ويا رب كل ده يوصل. فعشان كده انا بطالب بالحاجات دي كلها. فهل من مستجيب او في هل من مجيب لينا؟ ف يعني مش عارف، احنا ما زلنا بنقول يا دكتور طارق انت اللي عملت فينا كل الكلام ده، وانت السبب في اللي احنا فيه. فوالله
والله 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 انا من الناس اللي هقف في يوم القيامه وهقول له يا رب انا عاوز حقي من الدكتور طارق شوقي. طب انا ما عنديش حد ثانويه عامه؟ لا، عندي ولادي كانوا في الابتدائي قبل ما احولهم الازهر، كان تكدس فصول وغيره 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 وغيره. عندي الطلبه بتوعي اللي انا يعتبر ولي امرهم، اللي انا كنت بديهم الابتدائي ودخلوا ثانوي دلوقتي وخلصوا الحمد لله. وبالمناسبه انا عندي الحمد لله من الاوائل عندنا في البلد 5 كانوا كنت بديهم دروس من الابتدائي لغايه الثانوي، الحمد لله رفعوا راسي فوق، بس كانوا يستاهلوا اكتر من كده. في ناس كتير فقدام ربنا اقول له يا رب انا عاوز حقي وحق ولادي وحق كل طالب عندي من طارق شوقي، هو السبب في اللي بيحصل في التعليم في مصر. ايوه السلام عليكم. الو، ازيك يا فندم؟ ايوه يا فندم، انت هو على هو يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الاستاذ مصطفى دليل وكبير معلمين. اهلا بيك يا فندم، شرفتني. الله يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك، اتفضل يا فندم. انا رحت يوم 23 راجع لبنت السبع مواد. تمام. اللعبه محبوكه حبكه. ايوه، ازاي بقى بما انك راجل في التربيه والتعليم اهو؟ هنقول لحضرتك اهو. اتفضل. اللي لاعب الورق ده عساكر منظفاه ببرنامج البتاع اللي بينظف في الكمبيوتر ده، الرسام. بالاستيكه بتاعت الرسام. شايل التيكت بتاع العيال. وحط ورق، والورقه نظيفه ما فيهاش صريخ ابن يومين. تمام. ورق جديد، قول لي اه ورقي. البت بقى من شطارتها حل، كان في مساله في الفيزياء، ايوه، في الكيمياء بتيجي بقانونين، وكل قانون يطلعها بنتيجه مختلفه. تمام. قالوا هنلغوها، البت حلها بايديها. ومع ذلك تخش لا حياه لمن تنادي، ناس تكلمك بذوق، ناس بما يرضي ربنا محترمه. تمام. قول اللي تقوله، هم مستحملينك. ما بيقولوش، بيساعدوك، بس هو مهمته ان انا ما نمشكش من هنا لو انت ماضي. ايوه. ده كل مهمته اللي هو عمله. طبعا انا كنت قبلها رحت الوزاره. تمام. نقدم برضه، لان طبعا قدمت في التظلمات، وهم بقى ما بيدوش عقود نفع كعاده دولتنا. كالعاده يعني بيروقراطيه. ان هو يديك كده تصريح عايم وكلام انشي ما تاخدش منه حاجه، لا عقود نفع ولا حل ولا ربط، لان هم اصلا الاشكال دي ما فيهاش الحل والربط. تمام. من الاخر انا بقيت واقف قدام الشباك في الوزاره ونقول لهم انا مش عايز درجه الرأفة بتاعت الوزير البليد بتاعه. ده وزير بليد. جاب النظام والعيال اللي هو بيستجل بيهم اشطر منه في تطبيق النظام. تمام. شفت بقى العيال فاهم النظام شغال ازاي وبتطبقه، والوزير بليد ما هوش عارف يطبق النظام. بيغلط فيه وما بيعرفش يعملها، ما بيظبطش نفسه. لما انت ما انتش جد منظومه بتعمل ايه؟ او نظام انت مستورده وجاي تطبقه وبتنسبه لنفسك ان انت البوب وانت كذا وانت كذا وما انتش عارف تعمله وتظبطه قبل ما تخش عشان ما تظلمش حد. انا بصراحه العالم ده انا بنحتقرها احتقار من هنا ليوم الدين، زي ما تقول جول. وزير قيمه وقامه وما هوش عارف ان هو بيخون الوطن خيانه عظمى. ده مشكله. التاني طالع ما هوش عارف يقرا ايه قران. لا لا، ماهوش هو، ماهوش رضا حجازي. لا لا، ماهوش ده ماهوش هو ده. لا يعني حاجه والعياذ بالله ما تزهجك تجرفك من البلد. مش ده الوزير اللي كان بيقول ان العيل هيخش في النظام 4 مرات؟ ده كان بقى. كان يا مكان، لما هو مش قد كلمته بيطلع ليه؟ بيرضى يتبقى عليه. انت حضرتك بتقول العيال تنجح في الراسبين، ينجح ننجح الراسب ازاي؟ ازاي وانا اللي مرسب، انا اللي منيله، انا اللي منزله، انا اللي حصرت مجهوده في 50 و52 و51 و60، وهو يستاهل اكتر، هو اشطر مني انا كوزير. العيال دي يلعب والله. كمان مره دفعه عبقره، وكنت كتبت مناشده لسياده الرئيس برضه زي ما بقولوا، العيال دي لو وقفت معاهم هتمشيك بجزمتك في جروش.
ايوه وتشيلك ولا حياك اللي ما انت ولا كانك بتكلم مسؤول دولي، كان احنا معلش في الكلام يعني رعاع عند اهله، احنا رعاع ما بينسمع لناش كلمه، جري اب وام طول سنه وشد عصبي ووجع دماغ وكلام من ده كلته، ولا كل ده مضروب بعرض الحائط عشان خاطر الجامعات الخاصه. كم الجامعات الخاصه الرهيب اللي بين يوم وليله بقى منتشر على النت، وجامعه النيل وادي مش عارف مين وحاجات غريبه الشكل، حاجات غريبه الشكل، غريبه حتى طريقه التصرف، غريبه عن بلدنا، غريبه عن عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا. ما هي الحاجات الخاصة دي هي اللي بتديني. ضربت مين عنده فلوس يدخل ابنه ب 190 ألف جنيه طب ولا 200 ألف جنيه في السنة؟ مين؟ وياكل منين ويشرب منين ويعيش منين؟ الله يبارك فيك، مجتمعات بسيطة. سألت في السودان عشان نوديها، معلش بلدنا مش عاوزاني، لقيت متكلفة 90 ألف جنيه. طب أنا راجل على المعاش، هنجيب 90 ألف منين عشان خاطر أنا بقى يعني انا عارف ان بنتي بما يرضى ربنا تستاهل تخش في حاجه العظيم البنت، يعني هنقول لك ايه، انا قلت له والله العظيم هم جايبين لها ملحق جيولوجي، والله العظيم اللي بيديها دكتور في كليه العلوم، لا 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 اللي بنتي جيولوجي اشطر من وزير الفشل ده، ويعني حاجه والعياذ بالله تجرفك ازاي على راي الاخت اللي كانت طالعه مع حضرتك، ويقول انا هنعلم الولاد الانتماء للبلد ازاي. حصل والله، هتجيب له عسكري زي ما انت بتجيب للعالم كلها العساكر اللي انت بترشيهم عشان يضربوا العالم دول، تجيب له عسكري عشان يخليه ينتمي لبلده، ولا انت هتضرب، انت هتعمل له ايه لما تيجي تقول له مصر؟ يقول لك هي عملت لي ايه بلدي؟ يعني خايف من دي بقى، عملت لي ايه بلدي؟ لما تيجي البت تبقى دمعتها تنشل وحنكها يتعوج، ومعلش ما تبقاش عارف تعمل معاها ايه وتراضيها ازاي، وتو الله العظيم عينها غمضت، ما كنا يعني ما مش عايز نقول لك عينها غمضت، مش عايزه تفتح، مش عايزه تشوف العالم دي، مش عايزه تشوف العالم دي، عينها غمضت بما يرضي ربنا، عينها البت غمضت نفتح فيها مش عايزه تتفتح، وتترعش تيجي تفتحها تلاقي جفنايه ترعش بسرعه كده، مش عارف صراحه العالم دي هتودينا لحد فين وهتودي البلد لفين، يعني انا عاوز تبوظ بلد العب في التعليم زي ما بتلعب كده. والله يا فندم ربنا يسترها وربنا يسعدك وان شاء الله خير، يعني انا الله يبارك فيك، وخدنا الورق وطلعنا فوق، طبعا هتكتب ايه ما فيش قدامك حاجه، كتبت لا يوجد وطلعنا، قلت له انا مش عايز درجات الرأفة بتاعتكم دي، طلعنا فوق وكتبني اقرار وبصمني، شفت بقى ازاي وبصمني، وانا بنقول له انا برضو زميل وكبير معلمين وبتاع، بصمني بصمني. المشكله هنا ان انا، طب انا هنعرف ان ازاي البنت يعني مثلا الدرجات دي انشالت ازاي، درجه الرافه دي انشالت ازاي، انا كده بنتي جايبه جيولوجيا يا باشا ناجحه في الكل، ايوه وجايبه جيولوجيا اللي طالع مقفلاها، اللي طالع مقفلاها، فانا مش عارف، هنقول حسبي الله ونعم الوكيل لغايه ما نشوف ربنا يسهلها بس كده، واحنا مع بعض لغايه ما نشوف ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكر الله لك، ربنا في حق جهه النبي يبارك فيك يا رب، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك ويرزقك، متشكرين لحضرتك، تحياتي ليك يا فندم، تحياتي ليك، شكرا، ربنا يكلل جهودك باحسن حسنه ان شاء الله، الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا، الله يبارك فيك، تفضل يا سيدي، مع السلامه. الناس محروقه، الناس والله العظيم، يعني اخر مكالمه معانا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. من فضلك كان عندي استفسار. اتفضلي يا فندم. انا ليا طالبه في الصف الخامس الابتدائي، منهج قديم. ايوه، ايه اللي حصل بقى؟ هي عندها دلوقتي المدرسه مشايلها ماده وبتطلب ان هي تعيدي السنه. شايلها ماده وهتعيدي السنه؟ فانا عايز اعرف هي ازاي هتعيد السنه على المنهج الجديد، يعني اذاكر لها 4 سنين في سنه واحده؟ لا 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 يا رب. وبعدين بسال المدرسه ايه وضعها او هتعيد على انهي منهج، المدرسه بتقول لي ما عندناش خلفيه، لما الاداره ترد علينا رحت الاداره التعليميه ما عندهمش خلفيه، فانا مش عارفه اسال مين. الاداره التعليميه تبع ايه يا فندم؟ تبع لايه؟ اسكندريه قسم المنتزه. طب انت حاولي تروحي الاداره تاني وتفهميهم يا جماعه بتوع اسكندريه اللي سامعيننا، ما ينفعش طالب في الابتدائي يعيد السنه بالطريقه دي، وده منهج جاي جديد السنه الجايه، صعب يعني، صعب البنت تتاقلم مع الجديد، غير ان هو صعب، هو منهج تكميلي،
فمش هتعرف تتماشى ولا مع العلوم ولا مع الحساب. بنية بتاخدهم بلغة فرنسية، فهتمشي بيهم ازاي؟ يعني حتى يعني مش هيبقوا سهلين عليها. وزي ما حضرتك عارف المنهج السنة اللي فاتت ما كملوش، المفروض هيكملوه السنة دي مع تغيير في المنهج او هيقلل المنهج بس هي لازم هتبقى لازم عندها فكرة عن الجزء الاولاني. فانا هذاكر لها الاربع سنين دولت في سنة واحدة عشان تعرف تتأقلم على المنهج الجديد. بل المنهج الجديد معتمد على الفهم، المنهج القديم معتمد على الحفظ. فهي خدت على الاسلوب بتاع الحفظ يعني ده نظام غير نظام. هي مش هينفع تتحول من نظام لنظام يعني بالظبط. وبعدين المشكلة ان محدش عنده خلفية، يعني كل ما تسأل حد يقول لك هتعيد عادي على المنهج الجديد. طب ازاي على المنهج الجديد عادي؟ ايه الظلم ده؟ يعني انا من عندي طفلة في رابعة وكنت بتابع معاها، لا المنهج ده غير ده خالص. والبنت بتاعت رابعة المنهج اللي هي ماشية معاها أولى وتانية وتالتة ورابعة دماغها مختلفة خالص عن المنهج القديم. ايوه ده منهج وده منهج بالظبط. مش هينفع يعني، انا مش عارف الناس دي عايشه ازاي ولا الدنيا، ما اعرفش الناس دي. وبعدين مع احترامي للقاده كلهم، المفروض حاجه زي كده اللي يبت بيها وزير التربيه والتعليم. ايوه ونفهم بقى يعني، هو حط المنهج القديم وحط منهج جديد وفصل ده عن ده، يبقى هو اللي يعرف فيها هتعيد ازاي على المنهج الجديد. ده ما ينفعش، ما هو ده ما ينفعش. احنا بنتكلم بقى في الموضوع ان الطالب خلاص يبقى طالب انتهى، دي سنة خمسة تخلص. يعني سنتين كورونا مع وضع الولاد ودخلوا على منهج كبير تقيل. طب انا مش عارفة نعمل ايه؟ نقعدهم في البيت بلاش مذاكرة بلاش تعليم؟ لا مش هينفع. يعني احنا من يوم ما النتيجة طلعت اعصابنا تعبانة لان مش عارفين مستقبلها فين ولا هنذاكر. طب يعني ما حدش جالك على حاجة تروح فين تيجي منين؟ ما حدش نهائي. حتى بقول لحضرتك المدرسة نفسها لما ترد علينا الإدارة التعليمية، طب الإدارة التعليمية لا 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 عادي تعيد عادي مع المنهج الجديد، ده أحسن لها تعيد مع المنهج الجديد. يا جماعة يا مسؤولين في اسكندرية، إدارة إيه يا فندم؟ إدارة المنتزه؟ إدارة المنتزه يا ريت يا جماعة، يا ريت شوفوا لنا حل في موضوع الابتدائي، البنات اللي سقطت دي أو البنت اللي سقطت دي، لأن ده ما ينفعش. تاني حاجة ما ينفعش نعيد السنة، وتاني حاجة في منهج جديد جاي. لا حضرتك يعني هم تلات أولاد اللي في المدرسة عندي الواقعين في المادة دي، منهم ولدين بيطلبوا إن هم يعدوهم السنة وهيحولوا لهم عربي. أيوه مش عايزين يكملوا في اللغة. بيقولوا لهم لا ما ينفعش لازم يعيدوا السنة. بتظلموا الطالب حتى هو عايز يسيب المدرسه الحلوه ويمشي. غريبه، انا عشان كده بقول لك غريبه يعني، انا شايف حاجه مش يعني. وبعدين يعني مع احترامي للكل، الطفل ده لما تحسسه ان هو فاشل من دلوقتي هو هيعمل ايه؟ مفيش حاجه، خلاص ياخد انه فاشل، خلاص هيتعود على كده وهيدخل على المنهج الجديد يلاقي تقيل عليه هيقف هيقول لك خلاص بلاش تعليم. ما هي دي المشكله، هي لو دي المشكله. هو ده اللي هم عايزين يوصلونا ليه يقولوا لنا واحنا نعاتهم بقى من دلوقتي. والله يعني احنا مصاريف احنا احنا كل حاجة. هنحاول نوصل صوتك ان شاء الله. يعني انا عندي طفلة رابعة انا ما بودهاش دروس وماشية زي ما هو بيقول على المنهج الجديد، انما طفلة خمسة لازم واخدة كل مادة بمادتها درس. ما لان المنهج الجديد بقى، لا ما انا بقول لحضرتك المنهج القديم ماشيينه بالدروس لان مش عارفين نطلع من بره الدروس دي. انما المنهج الجديد احنا ماشيين زي ما هو بيقول بلاش دروس، هبعت لكم النماذج هعمل وهسوي، فاحنا ماشيين زي ما هم بيقول. لو هو عايزنا نقعدهم في البيت وبلاش دراسه يقولوا لنا من دلوقتي اقعدوا ولادكم في البيت. لا 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 لا، انما مصاريف حضرتك وحرق دمه وفي الاخر ما انتش لاقي حد يقول لك مستقبل بنتك رايح فين؟ هي قاعده ولا مكمله؟ هي مكمله ولا هتعيد؟ صح يعني انا مش عارف. الدراسه فاضل لها اسبوعين، الاداره نفسها ما هيش عارفه. الاداره فاضل لها اسبوعين، المدرسه ما هيش عارفه، طب هنعمل ايه؟ والله احنا بنطالب معاكي وان شاء الله نوصل لحل. لو حد من اسكندريه يا جماعه يقدر يتواصل معاكي وان شاء الله يعني، اللي عنده نفس مشكلتي يتواصل مع حضرتك يا ريت ونشوف حل ونبقى عارفين الدنيا تمشي ازاي. يعني على الاقل نبقى عارفين هو طالب ولا اتنين ولا 100. حاضر وانا معاكم يا جماعه لو في اي حاجه. والكلام ده على مسؤوليتي، اغلبيه المدارس اسكندريه عدت الولاد بتوع 5000 عشان ما نخشش دروب منهج قديم ومنهج جديد. يعني المدارس اللي هي الحكومه والمدارس اللي هي الخاصه عدت الولاد، لكن جت علينا عشان ما نخشش جت على بنتي عشان ما نخشش الدروب بتاع هنخشهم منهج جديد ولا هنخشهم منهج جديد ولا هنروح الوزاره ولا مش هنروح الوزاره. نتمنى والله يا فندم نتمنى، وانا معاكي ان شاء الله لغايه ما تشوفي هتعملي ايه. يا رب ولو في اي جديد انا مع حضرتك. خير لنا كلنا يا
يا رب العالمين لان يا رب. حضرتك حتى اللي ولاده نجحوا وعدوا هو هيقع في نفس الدروب ده في السنه الجايه. تصدق يعني المشكله بتاعتي دي لو انا شايفاها دلوقتي في طفله خمسه، فاحنا هنطرحها تاني في سته وفي اولى اعدادي وفي ثانيه اعدادي المنهج القديم كله. لا لا مش هينفع مش هينفع. يعني احنا اخر مرحله، مفيش حد قبلنا، وعشان يعني تعيد معايا. ده ان شاء الله خير، وان شاء الله الايام اللي جايه تتحل فيها المشكله بتاعتك ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا يا شكرا ليك يا شكرا فندم. شكرا لحضرتك. مع السلامه. وبنختم الحلقه بتاعتنا النهارده، وانتظرونا في كل جديد ان شاء الله. احنا ما زلنا بنطالب بالتحسين لكل طلاب الثانويه العامه، ما زلنا بنطالب بالدور الثاني كله ينجح، ما زلنا بنطالب ارحموا اولادنا في التظلمات اللي لهم حق فيها، ارحمونا وارحموا اولياء الامور وطلاب وكل بيت مصري. يا ريت بنطالب بتخفيض التنسيق في المراحل اللي جايه، والمرحله الثانيه كان المفروض تنسيقها هينزل شويه، حاجات كتير بنطالب بيها. ويا رب يا رب يا رب اكتب الخير لاولادنا في كل وقت وفي كل ازمان. ادعم الوقت ده ساعه استجابه ان شاء الله، واتمنى ان ربنا عز وجل يعني يتقبل دعائنا. تصبحوا على خير.